بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أهلا بكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا عبر الأثير العربي لكم جميعا لتعلم اللغة العربية في إيمرج أفريكا. يشرفني إن إحنا إن شاء الله هنكون في ورشة متميزة جدا وفي موضوع من أهم الموضوعات المتخصصة في الوقت الحالي, وهو موضوع المواطنة الرقمية وتكنولوجيا البحث العلمي. وبيسعدني أكتر وأكتر إن إحنا يكون معانا اثنين من الشخصيات الهامة في الوطن العربي في السعودية متخصصين في هذا المجال. من في البداية هنبدأ مع الدكتورة حليمة المنتشري, وهي دكتوراه متخصصة في مناهج وتقنيات التعليم جامعة أم القرى, وهي مدربة معتمدة للتدريب الإلكتروني عن بعد في أكاديمية قادة التطوير البريطانية, وهي محكمة للعديد من الجوائز. من أهم الإنتاج العلمي الخاص بها هي تأليف كتاب خاص بالمواطنة الرقمية رؤية وتوجيهات, وكتاب الأمن السيبيري السيبراني والمواطنة الرقمية, ونشرت كمان العديد من الأبحاث في المجالات والمؤتمرات المتخصصة في هذا المجال. وكمان يشرفنا أن احنا نكون معنا في الورشة الحالية الدكتورة هانيا عبدالرازق فطاني, وهي متخصصة في مجال تقنيات التعليم بجامعة الملك عبدالعزيز, حاصلة على درجة الماجستير في التربية وتقنيات التعليم ومتخصصة فيها, وتعمل حالياً مشرفة مراكز مصادر التعلم بمحافظة ينبع التابعة لوزارة التعليم بالسعودية, ومدربة معتمدة أيضاً للتدريب الإلكتروني من أكاديمية قادة التطوير البريطاني, وحاصلة على عدة جوائز منها جائزة الإسسكو عام 2019 و2020 للموارد المفتوحة المصدر, وكذلك جائزة المعلمة الرقمية على مستوى المملكة العربية السعودية من جامعة الأميرة نورة. يشرفنا إن شاء الله وجود الدكتورة حليمة والدكتورة هانية, وإن شاء الله يا رب تكون ورشة جميلة جدا ونتعلم منها أهم حاجة, يعني المواطنة الرقمية وتكنولوجيا البحث العلمي دي تعتبر من الترند اللي موجود فيه والاحتياج اللي احنا بنشتغل عليه. لو الصوت هيوصل عند كل الناس يا ريت بعد إذن حضراتكم. الصوت بتاعي تمام ولا في مشكلة؟ الصوت عندنا تمام يا دكتور محمد. طب تمام, أنا إن شاء الله هترك المايك مع الدكتورة حليمة والدكتورة هانية. هنبدأ إن شاء الله بالدكتورة حليمة, والمايك مع حضرتك دكتورة حليمة, وإن شاء الله تمام. تفضلي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدكتور محمد, أشكر لك اهتمامك واستضافتك لنا, وإحنا كلنا إن شاء الله نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم ويوفقنا ويوفقكم لخدمة المجال ولما فيه نفع زملائنا وزميلاتنا وإخواننا وأخواتنا في الوطن العربي. أنا ودكتورة هانية دائما ثنائي, نحرص دائما على أن نثري المحتوى العربي بكل ما هو جديد في المجال. إن شاء الله اليوم حتكون دورتنا عن المواطنة الرقمية والتكنولوجيا البحث العلمي. حيكون إن شاء الله حنتكلم فيها عن المواطنة الرقمية, المواطن الرقمي, وسنتحدث أيضاً عن رخص المشاع الإبداعي والملكية الفكرية, وحنتحدث أيضاً عن المصادر التي يعتمد عليها الباحث في عمل بحثه, وستتحدث الدكتورة هانية أيضاً عن التطبيقات التي يحتاجها طالب الدراسات العليا, وشرح بعض البرامج التي يمكن أن يستفيد منها. أيضاً أعددت ورقة في كإثراء بالمحركات البحث التي سيحتاجها طالب الدراسات العليا أو الطالب بشكل عام في البحث عن المصادر, سواء كانت الأولية أو المصادر الثانوية, وسأزودكم إن شاء الله بها في نهاية الدورة. سعيدة صراحة بوجودي بينكم, وأتمنى أن تكون هناك صداقة علمية وإثراءات علمية, وأن تكون هذه الدورة إن شاء الله نواة تأصيلية في المواطنة وتكنولوجيا البحث العلمي. شكراً لحضراتكم, ونبدأ إن شاء الله دورتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتسبت المواطنة بعداً تقنياً آخر, وهي نتيجة امتلاك الإنسان للتكنولوجيا وممارسته لكافة نشاطاته من خلالها. فما هي المواطنة الرقمية؟ ما المقصود بالمواطنة الرقمية؟
هي مجموعة من الضوابط والإجراءات والقيم والأعراف التي يحتاجها الطلاب لتوجيه سلوكياته. بمعنى أنه ليس المهم أن تستخدم التكنولوجيا، فالجميع الآن يستخدم التكنولوجيا، ولكن كيف ستوظف هذه التكنولوجيا بما فيها حماية لك أنت، وكيف ستوجه سلوكياتك فيها. وهذا شيء مهم جدا جدا، أن الآن المواطنة الرقمية متطلب، يعني ليس فقط للطلاب، حتى لأعضاء التدريس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور لابد أن يكون لديهم مواطنة رقمية. لو إحنا كلنا طبقنا المواطنة الرقمية والسلوكيات والتوجيهات الأخلاقية والأعراف والضوابط والقيم التي تحكمنا أثناء تعاملنا في العالم الرقمي، سيكون هناك إضافة جيدة ومهارات يعني رقمية سيتميز بها يعني المستخدم. طبعا الضوابط والقيم والأعراف هذه تحكمها الدولة التي أنت فيها، ما هي ضوابطكم وأعرافكم وقيمكم، ويحكمها أيضا العالم الرقمي ومن تتعامل معه. فلا بد أن يكون هذا الإنسان أو المستخدم للتكنولوجيا استخدامه مقبولا، استخدامه يكون معتدلا للتكنولوجيا، لأن المواطنة الرقمية لا تهتم بجانب معين، إنما هي قيم دينية، هي قيم تعليمية، هي قيم صحية، قيم رياضية، قيم تجارية، تشمل جميع شؤون الحياة بما يجعلهم مواطنين صالحين مساهمين في الرقي والتقدم. إذن المواطنة الرقمية تعالج جانبين أساسيين، هي الحماية من مخاطر الاستخدام الرقمي، اثنين توجيه السلوكيات الصحيحة للمنفعة من الاستخدام التقني. فبدلا من التركيز على الاتصال الرقمي، هنا ينصب علينا على الأخلاقيات في هذا العالم الرقمي وأثناء استخدامك لهذه التكنولوجيا، سواء كان تابلت، سواء كان جوال، سواء كان كمبيوتر، ما هي استخدامها، ما هي أخلاقياتك في استخدام هذا الجهاز الذي يوجد معك، وكيف ستستخدم المعلومات، كيف تستخدم البيانات، كيف ستستخدم المصادر أنت كباحث. يعني إذا يعرف المواطن الرقمي بأنه الشخص الذي قام بتحسين المهارات والسلوكيات التي تدعم التفاعلات الإيجابية مع الآخرين في العالم الرقمي، لابد أن يكون لديه مهارات وسلوكيات تساعد على التعايش مع الطرف الآخر، تساعد على التعايش مع المعلومات الافتراضية، مع ملفه الشخصي، مع البيانات، مع المصادر التي سيستخدمها، مع المؤلفين، مع الباحثين، مع زملاء المهنة. ما هي مهاراتك، ما هي سلوكياتك التي تدعم هذه التفاعلات الإيجابية؟ إذا ما هي قيم المواطنة الرقمية؟ الوصول الرقمي Access Digital، ويتكافؤ الفرص أمام جميع الأفراد فيما يتعلق بالوصول إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها. وإحنا الآن يعني في جائحة كورونا التي اجتاحت هذا العالم بلا حدود وبلا أسلحة، وجدنا أن كثير من الأنظمة التعليمية في جميع دول العالم حاولت أنها تحقق هذا الشرط. فالطلاب والطالبات الذين لا يستطيعون استخدام أو الوصول إلى التكنولوجيا أو الوصول إلى المعلومة في المدرسة، تبنت بعض الأنظمة التعليمية أن توصل لهم التعليم بطريقة أخرى، إما عن طريق البث الإذاعي أو البث التلفزيوني، بحيث أن لا يوجد أي أحد في أطراف هذا المكان يعني تابع لهذا النظام التعليمي لا يتلقى التعليم. هذا المقصود بالوصول الرقمي، أن يكون هناك تكافؤ فرص في التوصل إلى المعلومة عبر التكنولوجيا. إذا لم تتحقق هذه القيمة أو إحدى هذه القيم لم تتحقق، فهم لم تراعى المواطنة الرقمية. ولذلك وجدنا كما ذكرت أن كثير من الأنظمة التعليمية التي لم يتوفر فيها مثلا إنترنت في القرى والهجر، قامت بإيصال المعلومات لهم عن طريق البث الإذاعي أو البث التلفزيوني أو فتح قنوات. وذكرت أنا في كتاب لي سيصدر قريبا إن شاء الله، وثقت فيه جميع تجارب الدول العربية والدول الخليجية والدول وبعض دول أوروبا وشرق آسيا. فكان يعني كثير من الدول راعت هذا الشيء،
راعت أنه يوصل التعليم إلى الطلاب خلال هذه الجائحة حتى لو كانوا في القرى والهجر، ومن بينها المملكة العربية السعودية فتحت قنوات أيضا في جمهورية مصر. إن شاء الله لو ممكن تستفيدوا من الكتاب إن شاء الله لو يطرح إن شاء الله في الأسواق. التجارة الرقمية وهي بيع البضائع وشراؤها إلكترونيا، والمواطنة الرقمية تثقف الفرد، وما مهم أنه يشتري ويبيع، ما هي القضايا والمهارات التي لديك تمكنك من، والقوانين واللوائح وقوانين الدولة التي تعيش فيها تمكنك من أنك تتعامل في التجارة أو في العالم الرقمي بحيث لا تتعرض فيها للإيذاء ولا للنصب ولا للاحتيال ولا سوء الاستخدام. هذا المقصود بالمواطنة الرقمية، يعني ليس المقصود بها الشراء، كلنا بنشتري عن طريق الإنترنت، لكن ما هي المهارات؟ هل لديك الذكاء الرقمي؟ هل لديك التفكير الناقد في أن هذا المنتج جيد؟ أن الموقع الذي تتعامل معه الموقع التجاري هذا لن يسرق المعلومات، لن يسرق البيانات، لن تتعرض فيه للنصب، لن تتعرض فيه للابتزاز، لن تتعرض. فهذا هو المطلوب منك، أن يكون لديك المهارات والثقافة اللازمة التي تعينك على التعامل في التجارة الرقمية. والآن أنتم رأيتم في الجائحة أن كثير من المستخدمين للتكنولوجيا استطاع أنه فضل الله تعالى أنه يستخدم التكنولوجيا، أقصد في إحضار البضائع سواء كانت الدولية أو الوطنية لمنزله بضغطة زر. ولكن ما هي هذه المواقع التي أنت تتعامل معها؟ هل أنت تعرف عنها؟ إذا كان فيها خصوصية، هل كان فيها حماية لك، هل كان فيها هذا كله، هل أنت تعرف هذا؟ فلابد يكون لك ثقافة بالقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام التكنولوجيا حتى تستطيع أن تتعامل في السوق الإلكتروني. الاتصالات الرقمية، التبادل الإلكتروني للمعلومات، تهتم المواطن بأن يمتلك الفرد القدرة على اتخاذ القرار السليم أمام العديد من الخيارات وكيفية استخدامه. محو الأمية الرقمية، احنا وجدنا الآن أنه العالم كلها أصبحت تستخدم تكنولوجيا، سواء كانوا أولياء أمور أو معلمين أو قادة مدارس أو أعضاء تدريس أو طلاب، حتى الأطفال في الصفوف المبكرة وما قبل المدرسة استطاعوا أنهم يستخدمون التكنولوجيا ويتفاعلون معها ويحققون نجاحات كما أثبتت بعض الدراسات. فهذا هو مقصود بمحو الأمية الرقمية، لابد أن يكون لديه المهارات التي تساعده على استخدام التكنولوجيا. الآن أصبح استخدام التكنولوجيا يعني أجتاح جميع البيوت، المنازل، أجتاح جميع الأعمار، أجتاح جميع الفئات، مثله مثل كورونا، كما أنها دخلت بلا سلاح أيضا هو أجتاح ودخل بلا حدود. استخدم يعني فرض علينا التعليم عن بعد، فرض علينا العمل عن بعد، فرض علينا التسوق عن بعد، فرض علينا. فلا بد أن تكون هذا يعني ورب سبحان الله ضارة نافعة، أدت هذا إلى محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة الرقمنة عند الكل، عند كل الفئات. فلا بد بما أن يرافق هذه المحو الأمية الرقمية، لا بد أن يرافقها أيضا الثقافة في استخدام هذه التكنولوجيا. الحقوق والمسؤوليات الرقمية وهي الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي. يتمتع المواطن الرقمي بحزبة من الحقوق، لابد أن يكون لديه خصوصية، يكون لديه التفكير الناقد في أن ليس لأي أحد الحق في التعرف على خصوصياته، وليس هو ملزما بأن يعطي خصوصياته للآخرين، كما أن ملفه الشخصي ليس ملزما بأن يكون متاحا ومفتوحا. وهذه من المشاكل، أنه يفتح ملفه الشخصي يبين فيها مكان إقامته، تحركاته، لابد أن يكون لديه خصوصية تامة على أعماله، على اسمه، على بياناته، حرية تكون منضبطة حسب قوانين دينه ودولته. تحتاج المواطنة الرقمية أيضاً إلى الاهتمام بالصحة والسلامة الرقمية. في دراسة من الدراسات قبل جائحة كورونا
اعتبرت أن وقت الشاشة للأطفال يجب ألا يتجاوز 3 ساعات، ساعتين إلى 3 ساعات يوميا، بل وضعت تدرج ساعة مثلا في اليوم أو ساعتين في اليوم أو 3 ساعات في الأسبوع. لكن مع جائحة كورونا اضطر الأطفال أنهم يقضون وقت يعني كبير على الشاشة. لم تحتسب بعض الدراسات، لم تحتسب وقت الشاشة، وقت الدراسة، وقت الدراسة ولا تصفح حل الواجبات عفوا وتصفح الإنترنت بالبحث، لم تحتسبه من وقت الشاشة، فلا بل احتسبته أنه نوع من الدراسة. بعد الدراسة، كيف ستربي الطالب أو تنشر ثقافة الطالب بأنه يضبط نفسه عند استخدامه للشاشة؟ لابد أن يكون هناك قوانين وضوابط وقواعد تضعها الأسرة، أيضا المعلمين يساهمون فيها بأنه ينضبط وقت. أنت لابد أن يكون لديك ضبط النفس، ولديك إدارة الوقت، ولديك الوعي الكافي كطالب دراسات عليا أو كباحث في استخدامك لهذه الشاشة، حتى لا تتأثر صحتك البدنية أو صحتك النفسية بالإدمان، لأن الإدمان لا يتعرض له فقط المراهقين أو الأطفال على التكنولوجيا، بل يكون الإدمان حتى للفئات اللي مثلنا. فصحة الجسم مهمة جدا، فإن الإنسان يكون عنده قوانين وقواعد تضبط هذه الصحة. الصوت واضح يا أخوات؟ الصوت واضح؟ نعم واضح. طيب، أصدرت الجمعية الدولية للتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الـ ISTE معايير شملت الطلاب والمعلمين، وركزت في جميع معاييرها سواء كان للمعلمين أو للطلاب أو قادة المدارس، وجهت بضرورة الموضوعات الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية، وركزت هذه المعايير على ضرورة الاهتمام بما يلي: أولاً، تفهم الطلاب للقضايا الأخلاقية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالتقنية، غرس قيم الاستخدام المسؤول لتقنية المعلومات والاتصالات، تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب تجاه تطبيقات التقنية والتي تساعد التعلم مدى الحياة والتعاون والدافعية الشخصية والإنتاجية. هذه المعايير لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وقد راعت بعض تقريباً في التجارب التي طلعت عليها أثناء الجائحة، معظم الأنظمة التعليمية راعت السلوك الرقمي أثناء استخدام المنصات التعليمية في التعلم، فوضعت معايير ووضعت ضوابط ووجهت الطلاب زي ما تقولون، وفتحت عيونهم على أشياء لابد أن تكون موجودة عندهم عندما يستخدمون التكنولوجيا، حفاظاً على النفسية، حفاظاً على الشخصية، حفاظاً على البيانات، حفاظاً على المعلومات. كيف يمكن أن نحقق المواطنة الرقمية في البحث العلمي؟ تعلمون جميعاً أن الملكية الفكرية تشمل المعلومات البحثية سواء كانت الرسائل، ماجستير أو دكتوراه، الدراسات، المقالات، الدوريات، التصاميم، الاختراعات، براءات الاختراع، جميعها تشملها الملكية الفكرية. ولذلك
وضعت يعني وضعت المنظمة الدولية للقوانين الملكية الفكرية وضعت قوانين ومساءلة للانتهاكات التي يمكن أن تحصل للملكية الفكرية. كيف نحقق إحنا المواطنة الرقمية التي هي جزء الملكية الفكرية، تعتبر جزء من المواطنة الرقمية في البحث العلمي؟ أولاً، الباحث عندما يستخدم المصادر الأولية أو الثانوية لابد أن يكون هناك لديه وأمام إصبع عينيه ينسب العمل إلى أصحابه، ولا يحق له أبداً أن يأخذ عملاً ليس له ثم ينسبه لنفسه، بل لابد أن يشير إلى صاحب العمل، وليس فقط مجرد الإشارة، بل هذا هو الفرق بين الملكية الفكرية والمشاعر الإبداعي الذي سنتطرق له فيما بعد. بالعكس، لابد أيضاً أن يستأذن صاحب هذا العمل، وسنتطرق إلى ذلك، يستأذن صاحب هذا العمل في نشر هذا العمل أو الاستفادة منه أو التعديل عليه. بالنسبة للفئات المستهدفة أو العينة التي سيستخدمها الباحث أو ستكون يعني محل الدراسة عند الباحث، لابد أن يراعي سرية المعلومات عند هؤلاء المستهدفين بالبحث أو المفحوصين، ولا يكشف هوياتهم ولا يكشف أسرارهم لدى الآخرين. ولذلك إحنا نكتب دائما عندما يعني نستخدم أداة من أدوات البحث، نكتب أن المعلومات تكون لغرض البحث العلمي فقط. طب عندما يستخدم تسجيلا أو يلتقط صورا أو يسجل فيديو، لا بد من موافقة المستهدفين بالبحث، وأن تكون الموافقة قبل الشروع في البحث وليس بعده، يعني يقوم بزيارة هذا المكان الذي يريد المستهدف يعني في البحث، ويزور العينة ويقابلهم ويستأذنهم ويأخذ موافقتهم بأنه سيجري معهم مقابلات أو لقاءات أو ملاحظة أو ما إلى ذلك. احترامه للملكية الفكرية هذا سيجنبه كثير من المخاطر، وهي تعتبر من مظاهر الأمانة التي العلمية التي يجب أن يتصف بها الباحث العلمي، فلا ينسب ما لغيره لنفسه، بل عليه أن يبين صاحب هذا العمل. ما هي رخصة المشاعر الإبداعي؟ كان في فترة لمنظمة الملكية الفكرية الويبو كان شعارها جميع الحقوق الملكية محفوظة. فعام 2002 ظهرت رخصة حقوق جديدة أطلق عليها رخصة المشاعر الإبداعي Creative Commons License. أسستها منظمة دولية في الولايات غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية. كان شعارها بعض الحقوق الملكية الفكرية متاحة، وجعلت المشاركة وتبادل المحتوى بين المستخدمين سهلاً ويسيراً بطرق نظامية. فأنشأت موقع اسمه Creative Commons، خلاص؟ هذا الموقع فيه مجموعة من الرخص يمكن أن يستفيد منها المبدعين والمؤلفين وأصحاب البراءات وأصحاب الاختراعات، ويتبادلون وتشاركون المعرفة، لأن تشارك المعرفة الآن مطلب، والإنسان يبني على ما يعني أوجده الآخرون، فالمعرفة تراكمية. فمن يعني كان هذا هو مبدأها، إنها تتيح تبادل المعرفة وتشاركها التي تعتبر هي مهارات القرن 21، فتمنح أدوات نموذجية للجميع سواء كان أفراد أو شركات كبيرة أو مؤسسات لتحديد صلاحيات حقوق التأليف والنشر ولأعمالهم الإبداعية. فالمشاعر الإبداعي يساعدك أنت على مشاركة إبداعاتك ومعارفك بشكل قانوني لبناء عالم أكثر عدلاً وإنتاجية، وفي نفس الوقت يحفظ حقوق المؤلف ويساعدك أنت أيضاً من الاستفادة من خبرات وتجارب وأعمال الآخرين. سنتعرف على هذه الرخص. هذه الرخص موجودة في موقع Creative Commons،
بمجرد أن تضع العمل وتشارك عملك يطلب منك أن تحدد الرخصة التي تريد أن يستفيد منها المؤلفين أو الباحثين بعدك. فالرخصة CC إذا كان المصنف CC by إذا وجدت العمل مرخص بهذه الرخصة فهو يتيح لك أن تستخدمه استخداماً تجارياً وأن تعدل عليه أو تنتج عمل منه مشتق منه، بس بشرط، شرط واحد فقط، أن تذكر اسم المؤلف. إذا كان المصنف نسبة الترخيص CC by SA فهو أيضاً يتيح لك استخدام التجاري والاشتقاق منه وتعديله وإنتاج عمل مشتق منه، سواء كنت بتعدل عليه بالألوان، بتزود عليه فكرة خلاص لإبرازه أكثر، بتشتق منه لرسالتك في الماجستير أو في الدكتوراه، لا مانع عنده، بشرط هذه الرخصة تشترط فقط أن العمل المشتق هذا الذي ستصدره لابد أن يكون بنفس الرخصة CC by SA. هذه هي رخص المشاع الإبداعي. CC by ND هذه الرخصة تتيح لك الاستخدام التجاري، ولكن لا تسمح بالتعديل ولا إنتاج عمل مشتق منه، ولا تسمح لك أصلاً حتى بالاشتقاق منه، ويجب فيها أيضاً ذكر اسم المؤلف. فإذا أنت رأيت أن العمل، أنا أشوف يعني من وجهة نظري أن العمل إذا لا يسمح بالتعديل ولا الإنتاج ولا الاشتقاق منه أن تتركه، يعني تستفيد منه استفادة بدون أن تشتق منه ولا أن تعدل ولا أن تنتج عمل مشتق منه. بالنسبة للمصنف، نسبة المصنف CC by NC هذه تتيح التعديل والاشتقاق وإنتاج عمل مشتق منه بشرط أيضاً ذكر اسم المؤلف. الترخيص CC by NCSA تتيح أيضاً ذكر اسم المؤلف والتعديل والاشتقاق، وبشرط أن يكون العمل المشتق أيضاً بنفس هذه الرخصة اللي هي CC by NCSA. الرخصة الأخيرة وهي يعني أشد صرامة وأكثر يعني قيوداً، اللي هي نسبة غير لا تسمح بالاستخدام التجاري ولا بالتعديل ولا بإنتاج عمل مشتق منه أبداً، وإنما تذكر اسم المؤلف. الغرض من هذه الرخص هو تشارك المعرفة. فإذا أردت إنك يعني تستفيد من هذه الرخص وتنتج عملاً يستفيد منه الآخرون، ممكن أن تدخل هذا الموقع وتشارك عملك وتختار الرخصة التي تريدها. يسألك مجموعة من الأسئلة، تختار الرخصة التي تريدها وتشارك عملك مع الآخرين. وأيضاً يمكن لك بدخولك لهذا الموقع أنك تستفيد من الأعمال الإبداعية المرخصة فيه. سأزودكم إن شاء الله بالموقع www.creativecommons.org. هذا للاستفادة، ممكن تدخلون على هذا الموقع وتحصلون على رخصة لعملك الإبداعي. وأيضاً إذا أردت أن تبحث عن أعمال إبداعية أو عن مؤلفين أو عن أعمال مؤلفين عفواً أو أعمال باحثين أو مصنفات يعني في الكتب أو الصور، طبعاً رخص المشاع الإبداعي تشمل الصور والأفلام والأعمال المسرحية. و دكتور أنا أسف للمقاطعة حضرتك، وممكن بس نكتب في الشات الموقع اسمه يا فندم؟ www.creativecommons.org. اوكي ماشي دكتور، شكرا.
يشمل الأفلام، المسرحيات، الموسيقى، رسائل الدكتوراه، رسائل الأبحاث، الكتب، الصور، ما عدا برمجيات الحاسوب لأن لها رخصا مختلفة. ما هي المصادر التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث في بحثه؟ المعتاد عندنا أن المصادر نوعين، مصادر أولية ومصادر ثانوية، ووجدت مرجع يقول أن هناك مصادر ثالثية، وبعض المراجع تقول أن الثانوية منها ما هو أساسي، يعني مصدر ثانوي أساسي، ومنها ما هو مصدر ثانوي فرعي. ما هي المصادر الثانوية؟ المصادر الثانوية اللي أنتم كلكم تستخدمونها للحصول على المعلومات وعلى البيانات كباحث، اللي هي الرسائل الدكتوراه والماجستير، وهذه تعتبر هي الأصلية أو الأساس، الرسائل الدكتوراه والماجستير والكتب والأبحاث والدوريات والمقالات. مصادر ثانوية تعتبر مثل المؤتمرات، دوائر المعرفة، هذه تعتبر إيش؟ فرعية. طيب ما هي المصادر الأولية؟ المصادر الأولية هي الأفراد والمجموعات وتتبع الأثر. كيف أجمع أنا معلومات وبيانات من الأفراد لبحثي؟ مثل أنت مثلاً تريد أن تعد استبانة، فأنت تتواصل مع أفراد أو وتعطيهم الاستبانة لكي تحصل على بيانات ومعلومات منها. أردت أن تحصل مثلاً على معلومات من مجموعة معينة، مثلاً مجموعة من ذوات الهمم أنت تريد أن تجري عليهم دراسة، تحدد مجموعة وتضع لها مثلاً رئيس وتجلس معهم، تسوي معهم مقابلات أو تخضعهم للملاحظة المباشرة وغير المباشرة، هذا يعتبر أيضاً مصدر أولي. تتبع الأثر، مثلاً أنت تريد أن تحصل على معلومات ما نسبة استهلاك الأفراد في هذه المنطقة مثلاً أو في هذه المدينة للوجبات السريعة، وتروح تشوف الوجبات السريعة، أماكن أو مطاعم الوجبات السريعة، وتحصي كم يعني استهلاك اليومي لهذه الوجبات. فهذه تعتبر كلها مصادر أولية، ولا غنى للباحث لا عن المصادر الأولية ولا المصادر الثانوية، لأنه في كلا في مصادر، سواء مصادر أولية أو ثانوية، هو يحتاجها لعمل بحثه. ولكن نرجع ونقول لابد أن يحترم الملكية الفكرية. طب ما الفرق بين الملكية الفكرية وبين المشاع الإبداعي؟ المشاع الإبداعي هو مرخص، أنت لابد أن تنظر إلى العمل في اليوتيوب مثلا، حتى في صور جوجل تنظر إلى العمل في الصورة، هل هي مرخصة في المقطع الفيديو، هل هو مرخص، هل رسالة الماجستير هذه هل هي مرخصة، ما نوع الرخصة التي أتاحها المؤلف أو الذي أنشأ هذا العمل، هل تتيح لي مثلا التعديل والإنتاج عليه، هل للاستخدام التجاري، هل هي لغير الاستخدام التجاري. أنت تنظر إلى الرخصة وتعرف، حتى في الموقع Creative Common يذكر مميزات الفيتشر حق كل رخصة. طيب الملكية الفكرية لا يسمح بأخذ العمل دون موافقة صاحبه. عندي استبيان أبغى أتبناه، أريد أن أتبنى هذا الاستبيان، خلاص وجدت أنه محكم وأنه يعني ينفعني في بحثي، لا يحق لك كباحث علمي استخدام هذا الاستبيان أو هذه الأداة البحثية إلا بعد موافقة الباحث الأساس أو صاحب هذه الاستبانة أو صاحب هذا العمل. وأيضاً الموافقة تكون خطية، لأنك لو ما سويتها يعني ما عملتها بهذا الشرط يمكن أن تعرض نفسك للمساءلة القانونية أو للإيذاء. ولذلك إحنا نؤكد دائماً على أن حفظ الحقوق الملكية لابد أن تنتشر ثقافتها بين الطلاب والطالبات في الدراسات العليا أو في التعليم العام، في التعليم العالي، حتى لا يعرض نفسه للأذى. يعني احنا عندنا في المملكه العربيه السعوديه هيئه الملكيه الفكريه، هيئه تشريعيه وضعت قوانين ووضعت، لابد ان تنتشر الثقافه، واكيد في كل دوله في يعني هيئه تشريعيه لحمايه الملكيه الفكريه.
فهناك فرق بين الملكية الفكرية وبين رخص المشاع الإبداعي. رخص المشاع الإبداعي أتاحت بعض التنازلات للاستفادة من العمل، لكن الملكية الفكرية ولا حتى مع يعني لا تحتاج أن تتواصل مع صاحب هذا العمل لأنه مرخص العمل ومنزله في الموقع، هذا في المشاع الإبداعي. ولكن الملكية الفكرية لابد من الاستئذان من صاحب العمل، سواء كان مصادر ثانوية، مصدر عفوا مصادر الأولية كالاستبانات أو مقابلات، أسئلة المقابلات أو أي شيء أنت تحتاجه كباحث وأردت أن تستفيد منه، وله لابد أن ترجع إلى صاحب العمل الأصلي وتحصل على موافقة خطية ترفقها في بحثك أو في إنتاجك. الصعوبة التي يواجهها طالب الدراسات العليا أنه قد لا يستطيع أنه يفرق بين، يعني لا يكون لديه تفكير ناقد فيما يحتاجه بالضبط من المصدر الثانوي أو المصدر الأولي، فلا بد أن، وهذا دليل على أن لم يتعمق تماما في القراءة وفي الفحص وفي النقد. لابد أن يكون لديه مهارة التعمق والقراءة والبحث حتى يتوصل إلى المصدر الثانوي، ويستطيع إنشاء أيضا مصدر أولي يجمع به المعلومات المناسبة لبحثه. أكيد أن مجموعة، يعني في كل جامعات العالم يوجد قواعد بيانات، قواعد معلومات في الجامعة، لابد أن يكون لديه الثقافة في أنه يستفيد من هذه قاعدة البيانات، قواعد المعلومات الموجودة. وأنا يعني جمعت مجموعة من المحركات البحث التي تفيد الطالب في بحثه. ما نعرف أستاذ محمد، دكتور محمد في الشات. نعم يا دكتور. أبغى أرفق يعني هل من يو شير؟ عاوز ترفقي إيه يا فندم؟ بي دي إف محركات بحث. أيوة، محركات بحث تفيد الباحثين في يعني الاستفادة من المصادر الثانوية. واضحة الصورة؟ ايوه واضحه. لسه الملف ما حملش حضرتك، ده ما عملتلوش شير. اقفل الشير وارجع افتح تاني يا فندم بالملف اللي حضرتك جايبه جديد. لو الملف ده حضرتك هتبعته لنا يا فندم، حضرتك تبعت لي الملف ده وانا هبعته لكل الحضور الكرام، بعد ما في ملف اسمه ملف التقييم، كل الحضور اللي شاركوا معانا في الورشه ان شاء الله هنبعتهم ملف التقييم خاص بالورشه وهبعته لهم. عملت له شير واضح؟ واضح يا فندم. فما حضرتك هتبعت لي الملف ده دلوقتي حالا وانا هبعته لكل الناس اللي شاركت معانا في الورشه ان شاء الله. ابعثه لك كيف على الواتساب؟ طيب بالنسبة للسؤال، في سؤال جالي السؤال جالي من ابتسام وسؤال جالي من دكتور عبد الله بالنسبة للشهادات. بالنسبة لإيمرج أفريقيا احنا يعني في الوقت الحالي ما بنديش شهادات لأن غرضنا هو العلم أكتر شوية. فالمرحلة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي حاليا احنا ما فيش شهادات موجودة خاصة بالنسبة للورش. ممكن في المستقبل يكون في تغير إن شاء الله. دكتور المايك مع حضرتك. أيوة يتفضل، بس مرسل لك الملف. تفضل يا فندم. ان شاء الله كل الملفات اللي انا هستلمها من حضرتك، كل الملفات اللي هستلمها من حضرتك ان شاء الله دكتور هيتم ارسالها لكل الحضور ان شاء الله في ملف تقييم في اخر الورشه. كل اللي هيشاركوا معنا فيها هنبعت لهم، هيكونوا مسجلين بالايميلات الشخصيه بتاعتهم، هبعتها لهم باذن الله عز وجل. طيب رسلت لك انا
شكرا لحضرتك يا فندم. نرجع لعرضنا بس. وضح يا دكتور العرض واضح؟ اه العرض واضح يا فندم، لسه بتحمل. ايوه كان في سؤال خدناه من دكتور عبد الله سليمان، كان بيسأل عن الكرييتيف كومن، ايه فائدة هذه المنظمة؟ هذه المنظمة هي منظمة مشاعر إبداعي، أنا ذكرت أنها أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكسر قيود الملكية الفكرية واحتكار العمل. فهي أتاحت هذه المنظمة، هي منظمة غير ربحية، ووضعت لها موقع بحيث أنها ترخص الأعمال الإبداعية لكي يستفيدون الناس الآخرين منها. يعني يستطيع مثلا طالب الدراسات العليا أن يدخل مثلا على صور هذه الكومون كرياتيف او المقاطع او كتب او دراسات، فيستفيد منها استفاده تامه، ممكن حتى يشتق من العمل، ينتج عمل مشتق من العمل الاساسي، ممكن انه يغير الالوان مثلا على العمل، مثلا انا وضعت مقاله، ممكن هو يزيد على هذه المقاله ويشتق منها ويغير الوانها، يضيف اليها صور فتبرز، بس بشرط ان يكون هناك يعني ينظر الى الرخصه. هل هذه الرخصة متاحة في الاستخدام التجاري؟ لأن هناك في أول رخصة اللي هي سي سي، هذه متاح فيها يعني سوى أنك بس تذكر اسم المؤلف لهذه المقالة، مثلا المؤلف الأول يعني لهذه المقالة. أما العمل فهو بين يديك، متاح في الاشتقاق منه أو التعديل عليه أو إعادة إنتاجه أو التعديل عليه بالألوان أو إضافة صور. أو ايضا انت اذا اردت مثلا لديك عمل تعبت فيه واردت ان تنشره للعالم، ممكن مع حفظ حقوقك الفكريه مثل ذكر اسمك، عدم استخدام التجاري مثلا، ممكن ان تدخل الى هذا الموقع وتشارك عملك وتضع الرخصه التي انت تريدها. يعتبر طبعا انا وضعت وشاركت شاركتكم محركات بحث، هذه المحركات ستفيدكم كثير في الحصول على الدوريات ودراسات ومقالات تدعم الباحث وتعزز بحثه وتوفر عليه الجهد والعناء في البحث عن المصادر التي يستفيد منها في بحثه. ف وتطرقت لجوجل سكولر في وهو محرك بحث مجاني ومفيد اطلقه شركه جوجل، وفعال بشكل صراحه مذهل فيما يعرضه من دراسات وابحاث ونتائج بحث متعلقه بالمصادر العلميه. ممكن الان ناخذ فكره عن هذا الموقع بصوره سريعه. هل واضح الموقع عندكم يا دكتور؟ واضح يا فندم، واضح دكتوره، خلاص؟ واضح. طيب الباحث العلمي لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث، باحث علمي يعني هو مسمى جوجل سكولر وهو الباحث العلمي، لا يمكن أن يستغني عن أي طالب أو أي باحث بشكل عام، فهو يحوي العديد من الدراسات والأبحاث، الأبحاث سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ولكن تتم الاستفادة الكاملة من هذا الموقع إذا أنت كنت مسجل
في جيميل. هذا يتيح لك الاستفادة التامة من هذا الموقع. احنا سنأخذ يعني بصورة ان شاء الله يعني تستفيدون منها كيف يمكن اني ابحث وكيف استفيد من الابحاث. لكي ابحث عن الباحث العلمي، طبعا انا بدخل من محرك البحث خلاص جوجل، واكتب الباحث العلمي او جوجل سكولر خلاص. هذا هو الباحث العلمي جوجل سكولر. أريد مثلا ذكرت أنا أن ما نستفيد منه استفادة كاملة إلا إذا كان لديك بريد في جيميل، فإنك تستفيد منه استفادة كاملة. أريد أبحث مثلا عن مهارات القرن الحادي والعشرين، شوفوا طلع معايا كل الأبحاث التي أريد أن أستفيد منها، يعني نتائج البحث، شوف كم نتائج البحث، حوالي 250 من النتائج. وكلما خصصت النتائج واستخدمت البحث المتقدم خلاص، كلما حصلت على بحث متقدم حصلت على نتائج أكثر. مثلا عندي مهارات القرن الحادي والعشرين أو مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين. هل تريد أن كل الكلمات تتضمن مهارات المقالة، كل يعني كل الكلمات فيها تتضمن هذه العبارات، أو تريد أن تحتوي على كلمة واحدة على عبارة كاملة، أو تريدها أن تحتوي على واحدة من الكلمات على الأقل، أم تريدها بدون كلمات؟ فين تريد، أين تريد أن تظهر هذه الكلمات؟ هل تظهر في أي مكان في المقالة أم في عنوان المقالة مثلاً؟ إذا أردت أنت يعني أنت تبحث تريدها أن تكون دراسة مثلاً مو موجود فيها مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين في أي مكان فيها، ممكن تختار هذا الخيار. إذا كان تريدها فقط بس في عنوان المقالة ممكن تختار هذا الخيار. مثلاً أنا أبغى في عنوان المقالة. إذا أنت مثلاً تعرف المؤلف، يعني ممكن تكتب اسم المؤلف الذي تريد يعني دراساته أو الأبحاث التي أنشأها في هذا الموضوع، أو تريد مثلاً مجلة معينة ممكن تكتب اسم المجلة التي تريد أن تعرض لك هذه المقالات. تريد أن تحدد مثلاً من تاريخ مثلاً 2000 مثلاً إلى 2020 مثلاً، تريد بس فقط الأبحاث المحصورة بين هذين العامين ممكن تحدد، ثم تضغط بحث تخرج لك كل النتائج. اوكي عشان خصصنا اكثر، تخرج لك كل النتائج التي انت حصرتها في البحث المتقدم. كم نتيجه عندي؟ 326 من النتائج. اذا لديك انت مؤسس مكتبه في الباحث العلمي، وما تتاسس مكتبه اذا كنت لديك بريد في جيميل، ممكن انك تحفظ هذه مثلا تطوير كتاب التعليمي على منهج 2013، انا ابغى استفيد من هذا الكتاب لاحقا خلاص، اريد ان استفيد من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا مثلا، فهذه اضع الستار، علامه عند الستار، فيخزنها لي فين؟ في المكتبه التي انشاتها، بحيث اني لو رجعت اعمل دراسات ما اتعب كل مره افتح وابحث، لا اجدها موجوده في مكتبتي. وينها مكتبتي؟ هذه هي موجوده خلاص. لو فتحت الان المكتبه، انا عشان لدي بريد في جيميل، شوفوا واقع التعليم، لدي في هذه المكتبه مصنفات، المصنف الاول التعلم الرقمي، شوفوا كيف افتحه يقوم يحوي لي جميع الدراسات اللي انا حفظتها في مكتبتي، وحفظتها بالتحديد في التعلم الرقمي. أردت مثلاً مواضيع عن المواطنة الرقمية وضعتها في مصنف، أيضاً عرض لي جميع الأبحاث التي أنا احتفظ بها وصنفتها في مجلد المواطنة الرقمية. أريد مهارات القرن الحادي والعشرين، أيضاً حفظ لي جميع المقالات التي أريدها في
مهارات القرن الحادي والعشرين. في شيء مهم أنه ممكن تجد بعض المصادر أو بعض الرسائل أو بعض الدراسات في جوجل سكولر مجانية، مثلا مثل هذا أتاح البي دي إف، لكن مثلا في بعض الأبحاث وخاصة والدراسات مثلا الإنجليزية أنت تريدها باللغة الإنجليزية تجد فقط بس الملخص، يعني ليست متاحة. تذهب إلى موقع اسمه ساينس هوب. هذا الموقع موقع روسي يحضر جميع الدراسات والدوريات التي لا تكون متاحة مجانيا هو يتيحها مجانا، فإحنا نسميه صديق الباحثين، ولكن اللي باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى يعني غير اللغة العربية. ساينس هوب هذا ممكن أنك تستفيد منه في حالة إذا ما وجدت أن المصدر متاح مثلا كاملا على جوجل سكولر. طيب كيف أستفيد أيضا من الباحث العلمي حتى لو ما عندي حتى حساب في جيبي؟ أنا كباحث وأردت أن أستفيد من الباحث العلمي، وضعت ستار لكي أحفظها في مكتبتي، أريد أن أقتبس مثلا، خلاص أنا اقتبست منه مثلا بما ينفعني في بحثي وأردت توثيق ذلك، شايفين هذه علامة الاقتباس، أفتحها يطلع لي الصيغة التي أريد أن أستفيد منها، يعني التي أريد أن أوثق بها، نطلع A B A، نطلع M L A وال I S U، خلاص أنت تختار الصيغة التي تريدها وتعمل لها نسخ وتوثقها عندك في الدراسة أو في المقالة أو في الكتاب الذي استفدت من جوجل سكولر فيه. طيب كيف أنا أنشئ ملف شخصي؟ الملف الشخصي، شوف الملف الشخصي إذا عندنا وقت ممكن إني أشرحه. هذا ملفي الشخصي أنا أنشأته حالياً فقط، أنا لدي ملف آخر، ولكن أحببت أن تروا ملف الشخصي الذي أنشأته الآن بغرض أنه تتضح الصورة. تنشئ ملف شخصي، مجرد ما تسجل في جيميل يتيح لك أنك تنشئ ملف شخصي. وضعت فيه اسمي، هنا أستطيع أني أعدل، ودرجتي العلمية واهتماماتي. بمجرد أن تضع اسمك ودرجتك العلمية واهتماماتك، على طول هو جوجل سكولر يبحث ويطلع المقالات والدراسات والأبحاث التي هي منشورة لك باسمك، تجدها تلقائيا. أو ممكن أنك أنت تضغط على هذه العلامة، طيب، وتضيف المقالات يدويا، يعني مثلا أنا نشرت في مجلة مثلا أو في مؤتمر أو في فصل أو في الكتاب أو في رسالة جامعية أو براءة اختراع أو لا قدر الله دعوة قضائية في مؤتمر مثلا، يقول لي ما عنوان المؤتمر، عنوان عفوا الدورية أو المقالة أو البحث الذي أو الدراسة الذي وضعت، طيب من هم المؤلفون؟ متى تاريخ النشر مثلا؟ طبعا ليه هو يطلع لي تلقائيا؟ لاني انا اساسا اخبرتكم ان لدي موقع اخر في جيميل ووضعت هذه البيانات، فمجرد اني افتح ما احتاج انك تعبيه مره ثانيه بيدك، لا تستطيع انه يستورد لك المعلومات. ما اسم هذا المؤتمر؟ مؤتمر التعليم في الوطن العربي نحو نظام متميز. ما في مجلد، ما في اصدار، صفحات مثلا، انا وضعت مثلا المكان مثلا الجامعه الاردنيه جامعه، وبعدها احفظ، شوفوا طلع معايا، وطبعا هو يرتبها بالتواريخ، يعني مثلا انا البحث هذا كان عام 2017 وفي بحث ثاني سويته عام 2018، يقوم هو يرتبها تلقائي. في خيارات ايضا اذا كان تريد ان تكتب ان لديك مؤلفون، يعني اردت انه في عملك معك مشاركين، ممكن انك تكتب اسماء المؤلفين المشاركين الذين معك. ميزه هذا الملف انه حيكون اذا انت اخترته
أن يكون في أثناء التسجيل علنيا، سيكون علنيا، مجرد ما يبحثون عن الدراسة سيجدون دراستك هذه ويقتبسون منها، ويخبرك كم عدد مرات الاقتباس من هذه الدراسة. طيب، إذا أردت أن تعدل مثلا، مستطيع أن تعدل البريد التحقق، خلونا ناخذ مثلا، أنا وضعت حساب في جيميل ولم أسجل في الباحث العلمي مثلا، أرد أن أنشئ ملف شخصي، هذا حساب آخر غير الحساب الأول، ورد مثلا أرد أن أنشئ ملف شخصي الآن في جوجل سكولر، طبعا أكون قبلها مسجلة في جيميل، بمجرد ما أفتح على الملف الشخصي يعطيني اسمي اللي أنا مسجلة فيه في جيميل، لو أنا حابة أغير الاسم أغير عادي، مثلا أنت أستاذ تكنولوجيا ولا معلم، ضع لقبك أو يعني وظيفتك أو مهنتك العلمية. يفضل أنه يكون البريد التابع للعمل أو المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التي يعني تنتمي لها، ولكن إذا وضعت إيميل عادي، يعني بعض الناس ما يحب يحط، لأنه ممكن ينقل من جامعة لجامعة، ممكن ينقل من مؤسسة لمؤسسة، فما يحب يحط يضع يعني الإيميل للمؤسسة التعليمية، يحط أي إيميل، فهذا يعني لا يضر. ما هي مجالات الاهتمام؟ مثلا حاط لنا التعليم والتربية والتكنولوجيا، ثم بعد ذلك التالي. أنشأ الآن لي ملف شخصي، أصبح لدي ملفا شخصيا. هذا هو ملفي الشخصي. طبعا انتبهي، يعني لابد من الانتباه انه ما يكون ضايف لك يعني ابحاث ليست يعني لست انت الذي انشاها، هنا تأشر عليها وسوي لها حذف، تضيف فقط ابحاثك انت، اما مقالات وابحاث الاخرين يمكن ان تضعها في المكتبة حفظا للحقوق الفكرية. فهو ضاف لي تلقائي، ممكن أحذف من هنا. شو كاتب لي؟ ورد المنتشري مثلا، ليس هناك بريد التعليم والتربية التكنولوجيا، عدد مرات الاقتباس، هو يقصد أنه هذه المقالات أنه عدد مرات الاقتباس، كما أنه يعني مجرد تسجيلك في الباحث العلمي إذا أنت محاضر أو عضو تدريس في جامعة يرفع نسبة تصنيف الجامعة أو المؤسسة التعليمية اللي أنت فيها، ويرفع تصنيفك أنت يعني أيضا. أردت أن أعدل، ذكرت من هنا، أرد أن أنشئ مكتبة، هذه مكتبة، كيف أنشئ لي مكتبة؟ هي موجودة، مجرد أنك تبحث في جوجل، مجرد أن ترجع وتبحث في جوجل عن موضوعات ومقالات، خلاص ممكن عملية البحث، نرجع لجوجل الآن، أصبح مجرد أنك تبحث عن موضوعات مثلا
وأردت أن تضيفها في مكتبتك زي ما ذكرنا أول أن تضع فقط ستار تنضاف تلقائي في المكتبة. مثلا المواطنة الرقمية. هذه كلها 49 من النتائج كلها في المواطنة الرقمية. وضعت ستار هنا ستار وهنا ستار. لو رجعت للمكتبة مكتبتي وجدتها أنها أضيفت تلقائيا في مكتبتي. طيب أنا أريد أن أصنفها، يعني ما أبغى تكون كلها، ما أريد أنها تكون كلها تحت بعض، يعني المواطنة الرقمية مع الأمن السبراني، لا، أريد أن أضع مصنفات ومجلدات لكل منها. مجرد أن أؤشر عليها وأفتح وأنشئ تصنيف جديد، مثلا أسميه مجلد المواطنة الرقمية، أنشئ، تنضاف على طول دايركت فين؟ في مكتبتي باسم مواطنة رقمية. شوفوا أفتح أحصل مكتوب هنا المواطنة الرقمية، هنا المواطنة الرقمية، هنا المواطنة الرقمية. فأنشأت لي مكتبة، موجود المصنف موجود. إدارة التصنيفات، أرد أن أحذف هذا المصنف في يوم من الأيام واستبدله بمصنف آخر، أرد أن أضيف مصنف آخر من هذه الأيقونة، أو أعدل اسم المصنف مثلا، وهكذا. أتمنى أن استفدتم من هذه الدورة. أترككم الآن مع صديقتي وزميلتي أستاذة هانية، وصراحة كانت يعني لحظات سعيدة. شكرا لكم وجزاكم الله خير. شكرا للدكتور محمد، وشاكرا لجميع القائمين على هذه الدورة، جزاكم الله خيرا. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، وشكرا لتعب حضرتك معانا. وقبل ما نقفل، بس لو في اي حد من الحضور الكرام عنده سؤال يتوجه مباشره في الشات، واحنا ممكن نفتح له المايك او يرفع ايده قبل ما ننتقل للدكتور هانيا. لو في اي سؤال بالنسبة لما فيش أي سؤال من كل الحضور الكرام، ننتقل دلوقتي للدكتورة هانية. شكرا لحضرتك يا دكتور، وشكرا لوجودك وقبولك إن أنت تشاركي معانا في فعالية تطوعية في إيمرجي أفريكا بالعربي، إن إحنا غرضنا ننشر العلم على مستوى الوطن العربي باللغة العربية وفي مجال متخصص في تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيات الحديثة. وفي ظل الكوفيد اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي، بنشكرك جدا على استقطاع وقت من حضرتك. وبننتقل للدكتورة هانية في الوقت الحالي. دكتورة هانية، دكتور بعد إذن حضرتك، دكتور ممكن تقفلي، دكتور حليم ممكن تقفلي حضرتك الشير من عندك عشان الدكتورة هنا تدخل تعمل شير. طيب جزاكم الله خير، شكرا لكم أستاذ دكتور محمد. شكرا لحضرتك دكتور. بالنسبة للسؤال اللي اتسألناه، إن هو في شهادة ومفيش شهادة، إيمرج أفريكا في الوقت الحالي ما بتهتمش بالشهادات أكتر من هي بتهتم بنقل المعرفة ونشرها على مستوى العالم العربي وفي أفريقيا وفي العالم العربي كامل. يعني إحنا بنشتغل بقالنا فترة بنعمل عملية إن إحنا بننشر المعلومات دي، بس قصدنا الأساسي إن إحنا بننشر الفكر والمعرفة. تاني نقطة، المصادر المتاحة، كل المصادر اللي هتم إتاحتها من قبل المدربين ان شاء الله يتم ارسالها لحضراتكم كل المشاركين معنا في الورشه. دكتوره هانيا ممكن تفتح المايك؟ اتفضلي يا دكتوره هانيا. دكتوره هانيا، ايوه السلام عليكم. دكتوره حليمه ممكن تقفلي الشير من عندك؟ دكتوره حليمه قفلت الشير، قفلت انا الشير خلاص. لا الشير لسه موجود من عند حضرتك يا فندم. طيب ستوب شير. اتقفل يا دكتور محمد؟ لا لسه يا فندم، هو من عندي، لا لسه ما اتقفلش. كده تمام يا دكتور. دكتور
هانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت نقرب المايك شوية عشان الصوت. تمام، كده الصوت واضح؟ بالنسبة لي إن شاء الله واضح. تمام. أرحب بجميع. تمام. كيف حضرتك يا دكتور؟ شكراً لك. شكراً لك. أرحب بجميع الحاضرين معنا اليوم إن شاء الله، وشكراً للدكتورة حليمة. إن شاء الله الجزئية الخاصة اللي حقدمها حتكون عن التوثيق العلمي، كيف يتم توثيق الإنتاج الفكري والأدبي للمؤلف وفق ABA لتوثيق المراجع إن شاء الله. وبعد كده حنستعرض أفضل 10 تطبيقات على الهاتف الذكي للباحث العلمي اللي حتفيده في مسيرته البحثية بالنسبة للطالب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراة. الآن حنبدأ إن شاء الله في الجديد في توثيق المراجع. واضح الشاشة للجميع؟ تمام يا دكتور، واضح إن شاء الله. تمام. طبعاً حنتناول الفروق 17 بين الإصدار السادس والسابع لتوثيق المراجع وفق طبعاً وفق الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعاً في أكتوبر 2019 قدمت الجمعية الأمريكية لعلم النفس الإصدار السابع من دليل نشر الجمعية الأمريكية لعلم النفس ABA، والذي يحل محل الطبعة السادسة التي تم نشرها في عام 2009. وسنستعرض إن شاء الله في الشرائح التالية التغييرات 17 الأكثر أهمية في توثيق المراجع. طبعاً التوثيق يتم داخل متن البحث كما نعرف، ويتم اللي هو وضع قائمة البيبلوغرافيا في نهاية البحث. طبعاً داخل المتن له ترتيب محدد لكيفية التوثيق، وفي البيبلوغرافيا أيضاً له توثيق محدد. إحنا طبعاً هنتكلم عن التوثيق اللي يأتي في آخر البحث. طبعاً الباحث لابد أن يؤكد كلامه ويؤكد نظرياته ويؤكد المعرفة اللي حيطرحها والنظريات اللي حيعرفها، ويستشهد ليوثق وجهة نظره في البحث. لذلك ضروري عند الاقتباس نشير لمن يرجع الكلام المحدد داخل المتن. كما نعرف العناصر الأربعة التي يتضمنها أي مرجع يجب أن يتضمن عند توثيقه 4 عناصر، اللي هي من ومتى وماذا وأين. طبعاً من هو المؤلف، ومتى التاريخ، وماذا العنوان، وأين المصدر. إذن في نهاية البحث لما نيجي نوثق المراجع يجب أن يكون التوثيق التالي مقسم إلى 4 عناصر: من هو المؤلف اللي اقتبست منه أو استشهدت فيه داخل بحثي، التاريخ في أي سنة كان البحث أو الدراسة أو المقالة المأخوذة من مجلة أو دورية، ماذا العنوان الخاص بهذه الدورية أو المجلة أو البحث، وأخيراً المصدر من أي مكان اللي هو تم اقتباس به، هل هي مجلة، هل هي دورية، هل هي موقع على الإنترنت، هل هي مدونة، هل هو مقطع فيديو إلى آخره. الآن طبعاً مع دخول السوشيال ميديا التوثيق تغير، طبعاً ممكن أنه يصبح التوثيق أكثر شمولاً من السابق من التقليدي، كان فقط مراجعنا هي كتب أو دوريات أو مجلات علمية، لكن الآن انفتح اللي هو مصدر التوثيق، أصبح التوثيق لدينا متنوع ما بين اللي هو اليوتيوب، ممكن من التويتر، ممكن من الفيسبوك، ممكن اللي هو من سلسلة تلفزيونية، من أيضاً من مدونة. لذلك توثيق ABA 7 أصبح يتضمن جميع الأنواع المختلفة لعملية التوثيق. الآن رح نستعرض أهم التغييرات اللي حصلت بين الإصدار السادس والإصدار السابع في التوثيق. طبعاً أول اختلاف ما بين الإصدار السادس في التوثيق والإصدار السابع
أنه لا يدرج موقع الناشر في توثيق المرجع. ماذا يقصد بموقع الناشر؟ اللي هو المدينة أو الولاية أو المكان أو الدولة اللي موجود فيها النشر كان. إذن هنا حنستبعده من التوثيق. زي ما احنا شايفين التوثيق اللي هو الاسم الأخير للمؤلف، بعدين الحرفين الأولى من اسم الأب واسم والد الأب، وبعد ذلك اللي هو السنة، وبعد كده الاسم الخاص أو عنوان البحث أو عنوان الدورية، وبعد كده اللي هو المصدر اللي هي زي ما احنا شايفين آخر شيء. ظللنا اللي هو فين موقع الناشر. موقع الناشر هنا ضمناه بالأحمر على أساس أنه في الإصدار السابع طبعاً تم الاستغناء عن موقع الناشر، حنحذفها. إذن حيصير عندنا التوثيق. الآن ملاحظين الفرق. الآن لما شلنا طبعاً اللي هو مكان أو مكان التوثيق اللي هي نيويورك، كانت شلناها من التوثيق مباشرة، حطينا اللي هو المصدر بعد عنوان الكتاب مباشرة دون التطرق إلى موقع الناشر. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني بين الإصدار السادس والسابع اللي هو اختصار توثيق المراجع التي تضم ثلاثة مؤلفين أو أكثر داخل المتن. داخل متن البحث عند التوثيق أو عند الاستشهاد برسالة علمية أو بمقالة من دورية أو من كتاب، إذا كان هناك ثلاثة مؤلفين أو أكثر يتم اختصار فقط الاختصار على الباحث الأول فقط ويشار إلى آخرون. إذن حنذكر فقط اللي هو الباحث الأول والباقي يشار إليه بآخرون إذا كان ثلاثة أو أكثر. طبعا زي ما ذكرت الأعمال التي تضم ثلاثة باحثين وأكثر يتم اختصارها مباشرة من الاقتباس الأول. من أول اقتباس ما في داعي أني أذكر الثلاثة باحثين، وباستخدام مستخدم فقط هو الباحث الأول والباقي بآخرون. زي ما شايفين كان الاقتباس السابق ثلاثة مؤلفين أو أربعة مؤلفين بالأحمر. بعد كذا في الإصدار السابع فقط اتصلنا على الباحث الأول وأشرنا للباقي بآخرون. هذا بالنسبة لي الاختلاف الثاني بين الإصدار السادس والإصدار السابع. طبعا هنا الفرق واضح اللي هو الفيرست سايتيشن من أول اقتباس لي اللي هو راح نحط فقط نكتفي بالباحث الأول وآخرون دون الإشارة إلى بقية الباحثين. بالنسبة لي الاختلاف الثالث بين الإصدار السادس والإصدار السابع اللي هو تضمين ما يقرب من 20 مؤلف في قائمة المراجع. طبعاً قائمة المراجع، طبعاً إحنا عارفين الفرق بين المتن والمراجع. المتن اللي هو داخل البحث والمراجع اللي بتيجي في آخر البحث. طبعاً تضمين الألقاب والأحرف الأولى لما يقرب من 20 مؤلف في قائمة المراجع. إذا كان في الإصدار السابق في الإصدار السادس عفواً اللي هو كان يقتصر على الباحثين اللي هم عددهم سبعة أو عشرة بالكثير، وهنا في الإصدار السابع العشرين باحث بيذكروا أسماءهم قائمة المراجع حفظاً لحقوق الملكية الفكرية لجميع الباحثين المشتركين في تأليف الكتاب أو البحث. بالنسبة لي الاختلاف الرابع اللي هو تنسيق اللي هو DOI اللي هو طبعاً المرجع الرقمي المحفوظ للمستند. طبعاً الآن مع التحول الرقمي جميع المستندات أصبح لها اللي هو المرجع الرقمي DOI. السادس زي ما احنا شايفين بالاحمر كان يحط دي او اي بعد كذا اللي هو الرقم الخاص التسلسلي. الان في الاصدار السادس اختلف الاصدار السابع اختلف التوثيق بحيث انه نضيفها كعنوان يو ار ال اللي هو زي ما احنا شايفين هنحط اللي هو اتش تي تي بي اس
وبعد كده نحط الـ DOI ونشير إلى الرقم التسلسلي للمرجع، سواء كان كتاب أو بحث أو دراسة علمية. تمام؟ راح نكتبها كعنوان URL. بالنسبة للاختلاف الخامس، إنه لا يتم كتابة إنه استرجع أمام عنوان URL. دكتور، هو الصوت عند حضرتك بيروح وياي، بيكون في ديلي أو في مشكلة؟ تمام دكتور، هي الشبكة شوية. هل سمعني الدكتور؟ نعم سمعتك. كيف الآن الصوت؟ تمام يا حبيبي. هي شوية الشبكة عندك. هو الصوت كويس، بس يا ريت تقرب المايك شوية دكتور بعدين حضرتك. تمام دكتور. بالنسبة طبعا للاختلاف الخامس بين الإصدار السادس والسابع، إنه في الإصدار السادس كان يكتب ويسترجع من عنوان اللي هو URL، لكن الآن في الإصدار السابع كلمة استرجع أصبحت محذوفة في قائمة المراجع. مثل ما احنا شايفين أمامنا كيف المرجع مكتوب، هذا المرجع في الإصدار السادس ABA6، الآن في الإصدار السابع طبعاً شلنا الكلمة وكتبنا بدالها اللي هو موقع الويب، اسم موقع الويب اللي اقتبست منه ما لم يكن هو نفس المؤلف. إذا كان الموقع باسم المؤلف ذاته إذا ما في داعي إني حنكتبه، لأني كتبت اسم المؤلف في البداية. هذا بالنسبة لي الاختلاف اللي هو الخامس. بالنسبة للاختلاف السادس، لا تقوم بكتابة التنسيق أو المنصة أو الجهاز في الكتب الإلكترونية. كان في التوثيق السادس يتم كتابة الجهاز سواء كان كيندل أو أمازون اللي هو متصفح الكتب الإلكترونية، كان يشار إليه إنه أخذت الكتاب من المتصفح طبعاً أو مكتبة اللي هي خاصة بالقارئ الإلكتروني كيندل أو أمازون. أما في الإصدار السابع لا يتم الإشارة إلى القارئ الإلكتروني اللي تم أخذ البحث أو الكتاب منه. بالنسبة للاختلاف السابع ما بين الـ ABA6 و ABA7 اللي هو توثيق المساهمين، طبعاً إحنا كما ذكرت إنه تعددت المراجع وأصبح التوثيق مختلف بدخول السوشيال ميديا، فأصبح الاقتباس لا يقتصر على كتب أو مجلات أو مدونات، أصبح عندنا متعدد. نيجي نشوف اللي هو كيف يكون الاقتباس. إذا كان نوع الوثائق، طبعاً إذا كان الوثائق اللي حقتبس منها اللي هي فيلم، حيكون المؤلف معناته من هو المؤلف، حيكون بالنسبة للفيلم اللي هو المخرج دايركتور. إذن التضمين كمؤلف اللي هو حيكون المخرج. بالنسبة للفقرة الثانية اللي هو المسلسل التلفزيوني، المسلسل التلفزيوني مين حيكون المؤلف هنا؟ حيكون المنتج أو مجموعة المنتجين أو المنفذين. إذن لما هنيجي نوثقها مين المؤلف في الفيلم؟ إذن حيكون اللي هو المخرج، وفي المسلسل التلفزيوني حيكون المنتج أو مجموعة المنتجين والمنفذين. في البودكاست أو التدوين الصوتي حيكون المؤلف هو المضيف أو المنتج التنفيذي اللي هو منشئ قناة المدونة الصوتية أو المنتج التنفيذي لهذه المدونة الصوتية. بالنسبة إذا كان اجتماع عبر الويب، مثل الآن إحنا نعتبر الآن اجتماع مدورة عبر الويب، في معلومة أراد الباحث أنه يوثقها من هذا الويبنار أو الاجتماع، حينسبها إلى مين؟ إلى المدرب. مثلاً المدرب اللي هو الدكتورة حليمة أو هانيا، فممكن أنه يحط اللي هو اسم المدرب ويحط اسم الدورة اللي اجتمعنا منها ويوثقها. أخيراً إذا كان فيديو عبر الإنترنت، حيكون المؤلف هنا الشخص أو المجموعة اللي نزلوا الفيديو على الإنترنت أو حملوه على الإنترنت، هم اللي حيكون المؤلفين ونوثق المرجع بأسماء. هذا بالنسبة للاختلاف
السابع ما بين الإصدار ABA6 و ABA7. بالنسبة لي الاختلاف الثامن، الاختلاف الثامن اللي هو زي ما ذكرنا أنه أصبح يتم تضمين العشرات من الأمثلة لأنواع المصادر على الإنترنت. طبعاً فقط مثل حلقات البودكاست ومقاطع الفيديو واليوتيوب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن الباحث ممكن يقتبس من جميع هذه الوسائل أو المصادر داخل البحث باختلاف الإصدارات السابقة من التوقيع. طبعاً الآن أسلوب الكتابة في الإصدار السابع في توثيق ABA7 في اختلافات. من أهم هذه الاختلافات اللي هو استخدام الضمير there أو they، هم أو هؤلاء بصفة ضمير محايد من الناحية النوعية. طبعاً هنا ما بيتعرضوا لا للجنس، سواء كان ذكر أو أنثى، بدل ما أقول هي or she حيحذفوها، لا هو ولا هي حنقول عنهم هم وهؤلاء بطريقة إشكالية ليس بتحديد الجنس. هذه طبعاً في الإصدارات الجديدة في أسلوب الكتابة داخل المتن. أيضاً من أسلوب الكتابات الجديدة في التوثيق السابع استخدام عبارات وصفية بدلاً من استخدام الصفات. بمعنى لما حنيجي نوثق في الإصدار السابع، عند التوثيق في الإصدار السابع الإشارة إلى مجموعة من الناس إنه نستخدم العبارات الوصفية بدلاً من استخدام مثلاً كلمة الفقراء. فبدل ما نقول كلمة مثلاً الفقراء نقول الأشخاص الذين يعيشون في فقر، يعني نعطيهم صفة خلاص، وليس نوجه لهم الكلمة مباشرة فقراء. إذن حتى أسلوب وطريقة اللي هو التعبير تختلف عن الإصدارات السابقة. أيضاً عند استخدام الفئات العمرية، هنا يراعي الدقة في ABA7 التوثيق فيه اللي هو استخدام فئات عمرية دقيقة أكثر صلة وخصوصية بالنسبة للفئات العمرية. لذا يفضل استخدام الأشخاص بالفئة العمرية من 65 إلى 75 عاماً بدلاً من 65 عاماً. يعني هنا زي ما احنا شايفين في الإصدارات السابقة كان لما يكتب الباحث داخل المتن إذا كان يبغى يوثق الأعداد اللي استخدمها 65 عاماً فأكثر كان يكتبها بهذه الطريقة، لا هنا يجب من تحديد الفئة العمرية من 65 إلى 75 عاماً. إذن هنا يكون جداً دقيق في تحديد الفئات العمرية. طبعاً بالنسبة للتوثيق ABA7 بالنسبة لنوع الخط، طبعاً في اللغة الإنجليزية طبعاً يفرق عنها في اللغة العربية، هذه هي الخطوط كلها أصبح فيها مرونة أكثر بالنسبة للغة الإنجليزية، وهذه هي الخمس أنواع من الخطوط اللي هي الآن أصبح فيها مرونة ودخلت في التوثيق ABA7، ممكن أنه يستخدمها الباحث في كتابة بحثه. الآن ننتقل للاختلاف الثالث عشر اللي هو عنوان مبسط لرأس الصفحة. الآن احنا عارفين انه يجب تضمين عنوان البحث في أعلى الصفحة، كان بالماضي يكتبوا قبلها اللي هو running head، بس الآن حذفت ويكتفوا بالعنوان ورقم الصفحة في أعلى صفحات البحث. إذن يكتفى الآن بعنوان البحث ورقم الصفحة في أعلى الصفحة. طبعاً بالنسبة لحذف رأس الصفحة في أبحاث الطلاب، هذه بالنسبة للصفحة الأولى كان يكتبوا running head ويكتبوا اللي هو عنوان البحث ورقم الصفحة. الآن كلمة running head حيحذفوها ويكتبوا فقط يقتصروا على العنوان والرقم اللي هي رقم واحد. في بقية الصفحات الداخلية الآن حذف رأس الصفحة من كل الصفحات، ولكن هذا يرجع طبعاً إلى المشرف على رسالة الطالب أو أنظمة الجامعة. بالنسبة لنسق العناوين، طبعاً في الإصدار السادس بالنسبة للعناوين الجانبية من العنوان الأول إلى العنوان الخامس، من الأول إلى الخامس في الإصدار السادس زي ما احنا شايفين كانوا بيكتبوا اللي هو بيتركوا مسافة بادئة
وبعد كذا بيكتبوا اللي هو العنوان الجانبي الأول. العنوان الجانبي الثاني ما في مسافة بادئة، بيكتب العنوان الجانبي الثاني، والثالث والرابع طبعاً بيترك اللي هو مسافات بادئة، ويكون العنوان الجانبي الخامس مائل. العنوان الجانبي الخامس مائل، لكن في الإصدار السابع تغير الموضوع. بالنسبة للعنوان الجانبي الأول بيترك مسافة بادئة وبيكون الخط مستقيم غير مائل. أيضاً في العنوان الجانبي الثاني ما في مسافة بادئة ويكون مستقيم الخط غير مائل. في العنوان الثالث أيضاً لا يوجد مسافة بادئة، زي ما احنا شايفين الفرق بين اللي هو الإصدار السادس والسابع، ما في مسافة بادئة وبيكون العنوان الجانبي مكتوب بخط مائل. العنوان الرابع نترك مسافة بادئة وبكون الخط عادي، والعنوان الخامس الجانبي أيضاً بيكون مائل وفي مسافة بادئة. زي ما احنا شايفين في الإصدار السابع في تناوب، مرة بيكون مستقيم ومرة بيكون مائل. العنوان الجانبي الثاني والثالث بيجي متتاليين، ما في مسافة بادئة، بينما الرابع والخامس بنترك مسافة بادئة. أيضاً من حيث الأسلوب طبعاً ما في تغييرات كثيرة، اللي هو استخدام نترك مسافة قبل أن نضع النقطة في نهاية الجملة، استخدام علامات الاقتباس المزدوجة للإشارة إلى أمثلة لغوية، إذا كنا حنستخدم مثلاً هذا وهذه والذي في اللغة العربية واللتان، استخدام علامات الاقتباس المزدوجة بدل أنه نكتبها بخط مائل، بدل ما أكتب الكلمة اللغوية بخط مائل كان في الإصدارات السابقة، إذا كان الباحث يود الإشارة إلى أمثلة لغوية كان يضعها بخط مائل، أما حالياً يضعها بين علامات اقتباس مزدوجة للإشارة إلى الأمثلة اللغوية. هذه بالنسبة للسبعة عشر اختلاف ما بين الإصدار السادس والإصدار السابع. في أي سؤال؟ كذا انتهينا من الاختلافات، أهم أو أشهر الاختلافات السبعة عشر بين الإصدار السادس والسابع، توثيق المراجع ABN. ممكن سؤال بعد إذنك؟ تفضلي. هي واحدة إن حضرتك ممكن ننظم بس الأسئلة، اللي عاوز يسأل سؤال يرفع إيده عشان نبقى إحنا ماشيين بالترتيب بس. دكتور الشات مين أول سؤال أسأل يكتب في الشات؟ شات واحد. دكتورة منال، تفضلي دكتورة منال. أيوه شكرا. معلش يا دكتورة، شكرا جزيلا لحضرتك، يعني استمتعنا جدا جدا بالمحاضرة الجميلة دي. أنا بس عندي بعد إذن حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني متعلق به، هل في إمكانية أن المانيوال بتاع الـ ABA هل هو متاح على الأونلاين، يعني بحيث أن إحنا نقدر ننزله، أو لو هو عند حضرتك هل ممكن تمدينا به؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، لو الكلام عن كان أكتر من مؤلف أو كان كتاب محرر في أكتر من حد، أو كان مقالة فيها أكتر كتاب في أكتر من مؤلف، أو رسالة علمية، طريقة توثيقهم بقى شكلها إيه؟ بعد إذن حضرتك. يعني دي بتبقى حاجات مهمة، لأنه ساعات كتيرة المجلات بترجع البحوث نتيجة لعدم الالتزام بتوثيق الـ ABA. فلو في إمكانية حضرتك بس تمدينا بالمعلومات دي، يبقى جزاك الله كل خير. شكرا. في أسئلة تانية من الأخوة الكرام؟ لو في أي أسئلة. طيب دكتورة هي، ممكن تفضل تجاوب على السؤال دكتور؟ شكرا دكتورة. بالنسبة لتوثيق ABA7 طبعا متوفر اللي هو المرجع الخاص فيه. أيضا زي ما شرحت الدكتورة حليمة، عند الاقتباس في جوجل سكولر ممكن على طول دكتورة تختاري اللي هو التوثيق ABA وبنزلك إياه على طول بالتوثيق ABA7 الحديث.
أيضاً حنستعرض إن شاء الله دحين في العشرة تطبيقات القادمة إيش هي التطبيقات اللي حتساعد الباحث إنه على طول يوثق البحث بABA 7 دون الحاجة طبعاً إنه يتعب أو إنه يبحث كيف الطريقة. ولكن في المراجع العربية يعني صدقاً المراجع العربية يحتاج إنه الباحث يراجع طريقة التوثيق، أما في المراجع الأجنبية المكتوبة باللغة الإنجليزية دكتورة حتلاحظي إنه على طول حينزلك إياها على حسب ABA 7 بالتوثيق الجديد، لكن العربي يحتاج إنه الباحث يرجع على حسب العناصر الأربعة اللي هي من ومتى وماذا وأين، وزي ما قلنا إنه نحط اللي هو المراجع زي ما ذكرنا الاختلافات نتقيد فيها. بالنسبة للمرجع باللغة الإنجليزية دكتورة ممكن إنه هو نرسل الرابط ليكم اللي هو فينه، بس حيكون يعني طويل جدا إحنا اختصرناه. السؤال الثاني بالنسبة للمؤلفين طبعا اختلف سيفن، وطبعا أنا أعتقد أنه من الضروري أنه خلاص يعني يكون التحديد مستمر دائما. يعني إذا دكتور هانيا، دكتور هانيا الصوت بعيد جدا وبيقطع. أيوة معلش دكتور أنا زي ما ذكرت شوية. لا لا تمام. بالنسبة حاضر دكتور، بالنسبة للتوثيق المؤلفين دكتورة طبعا اختلف زي ما ذكرنا داخل المتن، من إذا كان أكثر من مؤلف، إذا كان فقط عدد المؤلفين اثنين حتذكريهم داخل المتن عادي ما في أي مشكلة، لكن إذا تجاوز الاثنين يعني ثلاثة وأربعة وخمسة نكتفي فقط بالمؤلف الأول ويشار إلى الباقين بآخرون. أما في المراجع في نهاية البحث يذكر جميع المؤلفين حتى لو وصل عددهم إلى 20 مؤلف في الإصدار السابع، بحيث أنه يحفظ جميع حقوق المؤلفين. طبعاً في إن شاء الله عندنا إصدارات بالنسبة لـ A7 بالتفصيل مع البروف عليا من جامعة الملك عبدالعزيز والدكتورة حليمة، حيكون لنا إصدار بإذن الله يتكلم بالتفصيل عن التوثيق. فإن شاء الله إذا كان فرصة تانية نقدمه طبعا ما عندنا مانع. تمام، في أي سؤال ثاني دكتور؟ شكرا لك يا دكتور، وإن شاء الله الإصدار الجديد اللي حضرتك وجهت عنه لو في إمكانية إن ممكن نبعته من خلال إيميرج أفريكا يبقى لنا الشرف، وإن شاء الله تحت أمر حضرتك. ننتقل للجزء الثاني مع حضرتك يا دكتور. دكتور محمد ما يظهر عندي الشات، هو الصوت أيوة دكتور الشات مو ظاهر عندي. كده كويس يا فندم. تمام كنت بسأل دكتور الشات مو ظاهر عندي عشان حضرتك ممكن تنتقل على تطبيقات. عفوا دكتور. دكتور هانيا واضح الآن التطبيقات؟ لا حضرتك تضطر تعملي ستوب شيرينج وبعدين تبدأي الشير تاني. تمام الآن دكتور ظاهر للجميع. هل ظاهر دكتور؟ لا حضرتك تعملي ستوب شير. ايوه ظاهر دكتور دلوقتي حضرتك. تمام الان حنستعرض تمام دكتور حنستعرض الان اهم 10 تطبيقات مفيده لطلبه الدكتوراه في عام 2020. طبعا اخترنا هذا الموضوع وبالذات التطبيقات لانه الاسهل على جوال الباحث على الهاتف الذكي الخاص بالباحث لانه متواجد في أي زمان وفي أي مكان
كان فحيكون هذه التطبيقات جدا مفيدة لكل باحث طبعا عنده اهتمامات ومجاله الخاص فيه، سواء كان في الرياضيات، سواء كان في العلوم، سواء كان في تكنولوجيا التعليم، بما اننا تكنولوجيا التعليم. فهناك هي العشرة تطبيقات اللي في النظر والبحث الحالي يعني مهمة لطلاب الدكتوراه في 2020. طبعا على الرغم من ان هناك ملايين التطبيقات المتاح تنزيلها على جوالات الاندرويد عبر متجر جوجل بلاي وايضا اللي هو الابل، لكن لا يوجد سوى عدد محدود جدا من التطبيقات التي يمكن للباحثين الاستفاده منها. ومن بين اكثر من 50 تطبيقا قمنا بتحليلها اخترنا 10 تطبيقات رايناها الانسب للباحثين استنادا الى الانشطه التي يمارسونها يوميا مثل التعاون البحثي وجمع البيانات وقراءه الوثائق والاطلاع على القضايا الحياتيه المتعلقه بمجالات تخصصاتهم وجمع المصادر ومتابعه جدول الاعمال اليومي ومطالعه المجلات العلميه المتخصصه. زي ما انتم شايفين احنا ذكرنا اهم الاشياء التي تخص الباحث اللي هي الممارسات اليوميه، التعاون البحثي بين الباحثين وجمع البيانات لانه هيحتاجها في بحثه وقراءه الوثائق، ايضا اطلاع على القضايا الحياتيه المتعلقه بالمجال، مثلا اذا كان الباحث بحث في مجال الذكاء الاصطناعي هو بحاجة أنه يعرف يومياً إيش الأخبار الجديدة اللي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. جمع المصادر يحتاج أنه يجمع الديكومنت أو الوثائق المجلات اللي قرأها عشان يستشهد فيها داخل بحثه، فهو بالتالي محتاج أنه يجمعها. من الضروري أنه الباحث يكون من بداية كتابته لرسالة الدكتوراه أنه يكون عامل له جدول زمني بحيث أنه يكون الوقت عنده مرتب ومنظم بحيث ما يوصل وقت للرسالة لمناقشة الرسالة إلا هو كان ماشي بجدول زمني موثق. أيضا مطالعة المجلات، لأنه من الضروري اللي هي مطالعة المجلات باستمرار خاصة بالمجال المتخصص فيه. طبعاً اقتباساً عن مقولة زورن هيرستون إن البحث هو فضول ذو طابع رسمي، فالباحث يتفحص الأشياء ويحدد فيها من أجل هدف معين. طبعاً لابد أن يكون عند البحث نظر فيها في بحثه، ليس جميع البحث اقتباسات، تظهر شخصية الباحث. أول تطبيق إن شاء الله ومن أشهر التطبيقات الآن على الساحة وتهم الباحث العلمي سواء في مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه اللي هو تطبيق أكيد البعض بيسأل ما هو تطبيق مندلي. طبعاً تطبيق مندلي هو إدارة مجانية، يوفر إدارة مجانية للمراجع بحيث يمكن مساعدة الباحث في جمع المراجع وتنظيم الاستشهادات وإنشاء البيبليوغرافيا، كما أنه يوفر شبكة اجتماعية أكاديمية تتيح لك مشاركة أبحاثك مع الآخرين. إذا تطبيق مندلي هو سوفتوير بتنزله على الديسكتوب، يوجد مندلي اللي هو خاص بالديسكتوب ومندلي اللي هو متوفر على الأونلاين على متصفح الكروم أو الفايرفوكس أو سفاري أو أي نوع من أنواع المتصفحات. ممكن بقراءتك البحوث تضيفها مباشرة إلى مكتبتك داخل مندلي وتضيف التوثيق المرجع في حينه، المؤلف وسنة النشر والأبستراكت الملخص الخاص بالبحث، كلها بتجمعها بحيث أنه لما تيجي تستشهد منها داخل وورد مايكروسوفت وورد على طول بيكون مندلي أيضا له ارتباط مباشر بوورد بحيث أنه يوثق لك المراجع بطريقة مباشرة. هذا أول شيء بتيح أنه أني أستخدم أي بحث أشوفه من الإنترنت وأضيفه مباشرة إلى مكتبة مندلي، أو أني أضيف مستندات سابقة كنت أنا منزلتها على الديسكتوب أو على الكمبيوتر الخاص وأضيفها إلى مندلي. تاني حاجة بالنسبة لمندلي أنه عنده الفائدة أنه لو كنت متخصص مثلاً في مجال نقول اللي هو الذكاء الاصطناعي راح يجيب لك جميع الأبحاث الحديثة ويعطيك تنبيه بأنه في نزل بحث جديد
كنت في الذكاء الاصطناعي، إذا كنت متابع أحد الباحثين المميزين في المجال هيعطيك تنبيه إذا هو نزل بحث جديد، أو مجلة معينة مخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بيرسلك تنبيه على جوالك إنه ممكن تفتح التطبيق وتشوف الحديث من الأبحاث اللي نزلت. طبعاً تطبيق مندلي على أي ديفايسز يشتغل ويقدر تكون مربوط بجميع حساب واحد فقط، يعني إذا كان عندك كمبيوترك وعندك الموبايل وعندك تابلت أو آيباد، ممكن أنه تربط مندلي على جميع هذه الأجهزة، بحيث أنه لو نزلت قرأت بحث كان جديد وعجبك مثلاً، كنت في اليوم بتتصفح من الآيباد حتلاقيه موجود على هاتفك الذكي، وحتلاقيه أيضاً على الكمبيوتر الخاص فيك. لو جي يوم تالي وكنت تصفح البحث من الهاتف الذكي أو الموبايل، حتلاقيه دايركت نزل في الديسكتوب عندك أو في الآيباد الخاص فيك. أيضاً من الميزات الخاصة بمندلي، غير أنه حيساعد أني أجمع المراجع، أني أكون متابعة إيش في الميدان نزل، أيضاً يساعدني في توثيق المراجع وفق اللي هو التوثيقات سواء ABA7 أو غيرها من التوثيقات، لأنه في جامعات بيختلف، مو شرط أن يكون ABA. أيضاً بيخدم جميع أنواع التوثيق الخاص بالبحوث، بيتيح لي مشاركة الأبحاث مع المجتمع اللي مهتمة فيه. لو كان في مجموعة باحثين في الذكاء الاصطناعي، من الممكن أني أدخل في هذا المجتمع وأبدأ أشوف إيش الأبحاث الجديدة من كل أنحاء العالم والباحثين، على طول أسوي استشهاد أو اقتباس منهم وأنزل أبحاثهم المهمة في مكتبة الخاصة على مندلي. بيعطيني اقتراحات، حتى مندلي بيقترح عليك إذا في شيء مهم يخص مجال معرفتك يتيح لك الاطلاع عليه. هذا بالنسبة للتطبيق، طبعاً أنا شرحته. مندلي هو تطبيق مجاني لإدارة المراجع وقراءة الوثائق بصيغة PDF، تم تصميمه خصيصاً لاستخدامات الباحثين. يساعد تطبيق مندلي على تنظيم المؤلفات بالطريقة التي تناسبك، حتى تتمكن من استخدامها بشكل فعال أثناء كتابة رسالتك أو أطروحتك الأكاديمية. والتطبيق متاح للأجهزة الجوالة وكذلك كتطبيق لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وقد صمم ليسهل على قراءة مقالاتك المجمعة أينما ذهب. كيف يمكن استخدامه لأغراض البحث؟ طبعاً أنا أخذت كل تطبيق وشوفنا كيف هنستخدمه. إنشأ حساباً مجانياً على موقع مندلي، بعدين قم بتنزيل إصدار سطح المكتب على جهازك، واضف جميع المجلات العلمية والمجلات الأخرى وفصول الكتب والأطروحات وغيرها من المطبوعات بطريقة منظمة، لأنه حتى يتيح لك أنه تعمل مجلدات داخل مكتبتك، مثلاً مجلد خاص بالذكاء الاصطناعي، مجلد خاص بالمواطنة الرقمية، مجلد خاص بالواقع المعزز، فأنت ممكن تسوي مجلدات داخل مكتبتك وتجمع فيها الأبحاث. صنف الملفات على أساس سنة النشر، بيتيح لي أيضاً أني أصنف مؤلفاتي على حسب سنة النشر أو المؤلف أو الإصدار ومجال التخصص باستخدام خيار تاج. ممكن تحط تاج أنه أبغى ترتب لي الأبحاث على أساس سنة النشر، يرتب لك إياها على أساس المؤلف من خلال تاج. قم بتنزيل تطبيق مندلي للجهاز الجوال وتسجيل الدخول باستخدام نفس الحساب اللي استخدمته على سطح المكتب عندك على كمبيوترك الخاص، عشان يتيح التزامن، لأنه لما يكون في تزامن بين الأجهزة من خلال حساب واحد تسجل فيه، بحيث أنه مهما قرأت أي بحث من أي جهاز من أجهزتك هتلاقيه موجود على الجهاز الآخر. الآن يمكنك أن تتصفح جميع الملفات التي قمت بها حفظ على سطح المكتب في نسخة الجوال وتنظيم المصادر. طبعاً واحنا زي عارفين هو أول خطوة في الوصول، احنا عارفين البحث هو إيجاد حل للمشكلة، فهو هذا الهدف الأول، التطبيق الأول. التطبيق الثاني عندنا تطبيق فليب بورد، أيضاً هو تطبيق هتلاقوه على الأب ستور في الآيفون وفي الأندرويد. هذا التطبيق، ما هو تطبيق فليب بورد؟ هو أحد تطبيق سموه فليب لأنه لما حتتصفحوه حتشوفوا كيف بيتقلب كأنه صفحات كتاب. هو أحد تطبيقات الجوال الأكثر شيوعاً التي يستخدمها ملايين الأشخاص يومياً، فهو يساعد الاطلاع على كل ما هو جديد من المعلومات المتعلقة بمجالات بحثك أولاً بأول. أنت بتدخل طبعاً الباحث بدخل مجال اهتمامه، زي ما
تحدثنا سواء كان ذكاء اصطناعي او مثلا مواطنه رقميه، اي موضوع حول العالم نزل عنه خبر جديد او حاجه تتعلق فيه، يا اما خبر او بحث او مقاله او غيرها، بيرسل لك تنبيه على جوالك انه في نزل في هذا الموضوع خبر جديد حول العالم. اذا تحب مطالعته يتح لك انك تشوف الاخبار اول باول، وقراءه ما يستجد كل يوم من الاخبار، ومشاركه المدونات والموضوعات الراجعه ايضا بيكون عليه مدونات ممكن تتشارك الاخبار. كما يتيح التطبيق للمستخدم جمع المنشورات التي تقع في نطاق شغفه واهتماماته، وتعطي واجهة المستخدم القوية والسلسلة شعوراً ممتعاً يشجع على قراءة المزيد من المقالات. فعلاً هو تطبيق رائع، وطريقة تصفحه سهلة ومبتكرة على طريقة اللي هو الفليب الكتاب، تقليب الصفحات. بيخليك أي تنبيهات دائماً، بيرسل تنبيهات إذا نزل شيء في الموضوع ما جال اهتمامك، يتيح لك كمان إنك تحفظ الموضوع اللي قرأته أو المقالة اللي قرأتها. كيف يمكن استخدامه لأغراض البحث؟ إحنا كباحثين ممكن نستخدمه الناس العاديين أو الباحثين. إحنا كباحثين كيف هنستفيد منه؟ إنه هننزل تطبيق فليبورد على جهاز الجوال وإنشاء حساب خاص على التطبيق. يأخذ التطبيق طبعاً في جولة افتراضية للتعرف على ميزاته والأساسية. طبعاً هيطلب منك إنك تسجل إيش هو محل اهتمامك، إدوكيشن أو إلى آخره من المجالات. بجانب أيقونة فليب بورد هتلاقيها، ابحث عن مجال تخصصه مثل تعلم الآلة. طبعاً تعلم الآلة هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. سيظهر العديد من التصنيفات الفرعية، بيطلع لك موضوع رئيسي وبيطلع لك التصنيفات الفرعية داخله. طبعاً التعلم الآلة هو جزء من الذكاء الاصطناعي، فأنت إذا اخترت ذكاء اصطناعي هيطلع لك التعلم العميق، تعلم الآلة، لغة الآلة، فكلها هتطلع لك، فأنت هتختار التخصص الدقيق منها. قم بتخصيص المجلة أيضاً، بيتح لك كل المجلات الأكاديمية اللي بتتحدث عن هذا الموضوع، وتختار المجلة اللي تناسبك وتحفظها عندك بحيث يعطيك تنبيهات عن آخر الأبحاث أو المقالات اللي صادرة من المجلة. تابع أيضاً الأخبار اليومية ذات الصلة بمجال تخصصك مع الإصدار اليومي اللي هو The Daily Edition. احرص دائماً على معرفة كل ما هو جديد، لأنك تعمل طبعاً الباحث من أجل المستقبل. التطبيق الثالث اللي هو تطبيق ريسيرشر. طبعاً هذا التطبيق برضو موجود على الأندرويد والأبل. ما هو تطبيق ريسيرشر؟ من اسمه ريسيرشر اللي هو، أو باللغة العربية الباحث، هو تطبيق للأجهزة الجوالة للبحث عن المجلات العلمية، ومتخصص للبحث في المجلات العلمية. يساعد على الاطلاع على ما له صلة ببحثك من الأوراق العلمية الجديدة التي تنشر في المجلات كل يوم. ويعتبر هذا التطبيق الأكثر استخداماً على الأجهزة الجوالة، حيث يستخدمه أكثر من 3 ملايين عالم وباحث لمتابعة أحدث المؤلفات الأكاديمية المنشورة أول بأول. طبعاً هذه هي صورة التطبيق اللي هو ريسيرشر. كيف يمكن استخدامه لأغراض البحث؟ قم بتنزيل تطبيق ريسيرشر على الجهاز، افتح التطبيق وابحث عن المجلات العلمية اللي هي مجال اهتمامك في شريط البحث، ويمكن متابعة أي عدد من المجلات وأيضاً مطالعة المقالات الجديدة المنشورة أولاً بأولاً. التطبيق الرابع اللي هو مدقق الامتحان، هذا كثير الآن طبعاً بيستخدموه طبعاً، وأغلب الأكاديميين أصبح بتابع تكليفات طلاب الدراسات العليا ويشوفوا مدى الامتحان، هل هو الكتابة هو خاصة فيه، هل هو فكره باين داخل الكتابة، أو إنه كله اقتباسات وقص ولصق إلى آخره. فهذا هو مكتشف الامتحان، تطبيق موجود على الجوال مباشرة. هو مدقق الامتحان هو تطبيق مجاني للكشف عن السرقة الأدبية، يعمل من خلال موقع اللي هو بلجرزم.net. يعمل التطبيق على الكشف عن أي محتوى مكرر في أوراقك البحثية بالاستعانة بأكثر من 5 محركات بحث شائعة الاستخدام مثل جوجل وياهو والبابيولان وجوجل سكولر وجوجل بوكس. إذن بيراجع في كل هذه المحركات البحث ويشوف هل أنت اللي ما كتبته داخل تكليفك أو بحثك هل هو مقتبس أو مأخوذ من أحد الأبحاث الأخرى. قم بتنزيل تطبيق مدقق الامتحان على جهازك الجوال، ليس بحاجة لإنشاء حساب، على طول ممكن يدخلك مباشرة إلى التطبيق. واعمل مسح لأي فقرة من فقرات بحثك أو تكليفك، اعمل عليها تظليل ودخله على طول في البرنامج، هيجيب لك الانتحال إذا كان هذا النص اللي أنت كتبته هو منتحل من جهة ما أو مسروق من جهة ما، على طول هيظهر لك.
التطبيق أيضا مزود بميزة دعم البحث الصوتي، ممكن أن تبحث عن من خلاله صوتيا، ودعم البحث المباشر باستخدام عناوين صفحات الإنترنت، وممكن أيضا تحفظ النتائج اللي طلعت منها هذه الخاصة. التطبيق الخامس اللي هو تطبيق جوجل كيب. طبعا تطبيق جوجل كيب هنا ما لي دخل لا بالابحاث ولا بالمجلات العلميه. جوجل كيب هو زي ما ذكرنا انه الباحث عنده جدول زمني يجب ان يكون منظم في تخطيطه للزمن، بحيث انه ما يوصل الوقت المتاح لمناقشه الرساله انه هو انتهى من جميع متطلبات الرساله. جوجل كيب طبعا هو تطبيق مجاني من شركة جوجل لتدوين وحفظ الملاحظات، يساعد الباحثين على تسجيل ما يدور في ذهنهم فورا، بساعدة كأنك تكتبها عن طريق لوحة المفاتيح الخاصة بالجوال أو يدوية، ممكن بإصبع اليد ممكن تسجيل الملاحظات سريعا، وتذكيرهم أيضا إذا كان عندك مهام مجدولة ممكن يذكرك أنه غدا عندك موعد مثلا لقاء مع المشرف، ممكن يذكرك موعد المحاضرات، تذكيرهم بالمهام أو الأحداث التي يخططون لعملها أو المشاركة فيها لاحقا أو مؤتمرات أنت تبغى تحضرها في مجال اهتمامك، كلها ممكن تسجلها على جوجل كيب. كيف يمكن استخدامه لأغراض البحث؟ طبعا نزل التطبيق جوجل كيب على جهاز الجوال، هو متاح سواء على الآيفون أو على الأندرويد. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، لازم يكون عندك حساب في جوجل، وتسجيل مذكرة صوتية، ويقوم التطبيق بتحويلها، حتى إذا تكلمت صوتيا يحول الصوت إلى نص مكتوب، حتى يمكنك العثور عليها لاحقا. ممكن تدون بعض الملاحظات السريعة، جدول خطتك اليومية، وتفعيل ميزة التذكير، ممكن الكتابة زي ما ذكرت بخط اليد. إذا كان النتائج المهمة مثلا لقيت مقالة في على الإنترنت مهمة في مجال بحثك، ممكن تأخذ لها سكرين شوت، وهذه الشاشة إذا سويت لها سكرين شوت حتنحفظ في الصور، بدل ما تحفظها في الصور ممكن تأخذها وتحفظها على طول في جوجل كيب عشان تذكرها لاحقا. التطبيق السادس اللي هو كيوريوسيتي. طبعا هذا التطبيق ممتاز جدا، ولكن للأسف حديثا قبل أسبوع حوالي أو أسبوعين انشال الأب، حذفوا الأب وحولوا إلى تطبيق صوتي فقط، كان يعلم المهارات خلال دقائق محدودة. يعني إذا كان محتاج الباحث مهارات في تعلم الآلة ممكن كان يوفر له مثلا كورسات لا تتجاوز في اليوم دقيقتين أو ثلاثة، بأنك تكتسب المهارة وتتعلم مهارة جديدة خلال دقائق محدودة. طبعاً اشترته مؤسسة أخرى. هو تطبيق للأجهزة الجوالة شائع الاستخدام للغاية، مقدم من موقع curiosity.com. يساعد هذا التطبيق الباحثين على تعلم الاختراعات العلمية الجديدة بطريقة أكثر تفصيلاً بالاستعانة بمقاطع الفيديو، كان يوجد فيه مقاطع فيديو والآن تحول كله صوتي. الآن حاعطيكم تطبيق بديل عنه، يوجد هو تطبيق بديل عنه اسمه ستوري كابسول. ستوري كابسول هو نفس فكرة هذا التطبيق بنفس الطريقة، بوفر ونفس الهدف من كيوريوسيتي اللي هو ستوري كابسولز. طبعاً كان التطبيق زي ما ذكرت موجود وقريباً شالوه وحذفوه لأنه اشترته شركة أخرى. زي ما ذكرت لكم البديل عنه اللي هو ستوري كابسولز. التطبيق السابع اللي هو بيبرتي، طبعا جدا رائع هذا التطبيق، هو تطبيق مجاني للأجهزة الجوال ومقدم خصيصا للباحثين من موقع بيبرتي. يساعد التطبيق كقاعدة تجمع العديد من المجلات العلمية المفتوحة للأوبن أكسس، فين الآن التوجه كله للأوبن أكسس، فجميع المجلات اللي هي ضمن الأوبن أكسس هتلاقوها على هذا التطبيق، ممكن من خلال الهاتف الخاص بك بعد كده تتصفح أحدث المقالات المنشورة. بنفس الطريقة بيعطي تنبيهات إذا أنت تحت، طبعا في كل تطبيق وما حيعطيك التنبيه مباشرة إلا إذا أنت سمحت أو فتحت اللي هو خاصية أنه يعطيك التنبيه. تصفح
المجلات العلمية وجداول محتوياتها من الأوراق البحثية المفتوحة، أيضا البحث عن الأوراق اللي تريدها ونصها الكامل باسترشاد بكلمات مفتاحية الكيوردز، ممكن تدخلها إذا خاصة ببحثك، ممكن تلاقي جميع الأبحاث الجديدة في الأوبن أكسس، وتواريخ النشر إذا حبيت على حسب المؤلفين إنك ممكن تبحث بتواريخ النشر، إذا تبغى أبحاث جديدة عام 2020 ممكن تدخلها بهذا التاريخ ويبحث لك فيها، أو لغات النشر حبيت اللغة العربية واللغة الإنجليزية وغيره من اللغات، وبلد أو بلدان المنشأ أو بحسب الدولة أي دولة أنت بتبحث عن مجال اهتمامك. طبعاً ويستعرض الملفات كلها بصيغة البي دي اف، عنده أكثر من 1,000,000 مقالة وكل ذلك موفر مجانا. تطبيق سلاك، طبعاً تطبيق سلاك هو خاص أنه أنشأ مجتمعات زي المجتمعات الباحثين في تخصص معين، مثلا احنا تكنولوجيا التعليم ممكن انه ننشئ جروب خاص فينا على سلاك، ممكن نتبادل مع بعض الابحاث الجديده كباحثين في تكنولوجيا التعليم، اذا كان باحثين او 5 أو 6 باحثين الان البحوث اصبحت تشاركيه اكثر لا تقتصر على باحث واحد، وهذا طبعا الان افضل من السابق، كان السابق انه الافضل انه الباحث منفرد، لكن الان كل ما كان عدد الباحثين اكثر في البحث كان افضل، فكيف حيتعاونوا مع بعض الباحثين؟ ممكن يفتحوا لهم مجموعه على تطبيق سلاك يبداوا يتداولوا فيها الأبحاث الجديدة محل تخصصهم، ويكون التطبيق موجود طبعاً على الجوال، وإمكانية التواصل الجماعي والتعاون من خلال منصة واحدة تمكن إنجاز المزيد من العمل، سواء كان تعمل في مختبر أو تجري بحث تعاونياً مع باحثين على جانب آخر في العالم، ويمكن إجراء أيضاً محادثات تكون المحادثة مباشرة معهم حول مختلف الموضوعات باستخدام ممكن الهاشتاج، لو دخلت هاشتاج مثلا يخص المواطنة الرقمية حينقلك على مجموعات أو باحثين متخصصين في المواطنة الرقمية ممكن تنضم لهذه المجموعات وتشارك معهم في إنتاج أبحاث جديدة. كيف يمكن استخدامه لأغراض البحث؟ زي ما قلنا قم بتنزيل تطبيق سلاك على جهاز الجوال، قم بتضمين أعضاء المختبر الخاص بك أو معرف البريد الإلكتروني، ممكن تضيف الأشخاص عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهم، والتواصل مع زملائك في البحث أو المختبر اللي أنتم شغالين فيه، وفي تنظيم محادثاتك حسب الموضوعات أو المشاريع. طبعا ممكن تشترك في أكثر من مجموعة، مو شرط مجموعة واحدة، ممكن ترسل الرسائل وممكن تجري مكالمات صوتية معهم داخل المجموعة، ممكن تسجل ملاحظات كتابة، ممكن تستبدل معهم اللي هم الملفات والدوكيومنت، أيضا اندمج في مسار عملك والأدوات والخدمات التي تشتغل، بالفعل ممكن وصول إلى جوجل درايف المشترك بينكم ودروب بوكس وغيرها من اللي هي التخزين السحابي، وتخصيص الإشعارات الخاصة بك حتى تبقى مركزا على ما يهمك. طبعا المجموعات الأكثر أهمية ممكن تحط لها تفضيل عندك، مين هي المجموعات الأكثر أهمية عندك فترسل لك تفضيل إذا كان أكثر موضوع أنت مهتم فيه. تطبيق دروب بوكس طبعا ما يفعل للجميع، عندنا دروب بوكس، عندنا جوجل درايف، عندنا عدة تطبيقات اللي هي خاصة بالتخزين السحابي طبعا نحتاجه عشان نجمع داخله اللي هو الدوكيومنت اللي احنا بحاجة ليها. تطبيق مجاني طبعا هو ممكن نزله على الجوال، مخصص خصيصا للباحثين لتوفير مساحة تعاون إبداعية وتخزين جميع الملفات معا في مكان مركزي واحد ومزامنتها بأمان عبر جميع الأجهزة، ممكن تنزل يتزامن مع جميع الأجهزة وتتبادل الملفات. طبعا إنشاء حساب على دروب بوكس واختر إنشاء حساب مجاني، طبعا الحساب المجاني يتيح لك مساحة محدودة ولكنها كافية طبعا للوثائق. الملفات ممكن تشارك الملفات مع الآخرين، ونستخدم ماسح الوثائق لتحويل الإصدارات والألواح البيضاء والملاحظات إلى ملفات بي دي اف، يعني لو أخذت صورة لصفحة من كتاب على طول بيسوي لها تخزين بي دي اف. ممكن أنه تضع تعليقاتك على الملفات المتشاركة، إذا كان أنت في ملف متزامن مع باحث آخر وعندك ملاحظات، أو إذا بحث أنتوا قايمين فيه وكان عند الباحث الآخر ملاحظات حول نص مكتوب أو مرجع أنت استشهد فيه أو إلى آخره، ممكن تكتبوا الملاحظات لبعض وهو يشوفها في نفس اللحظة أو لاحقاً إيش هي الملاحظات وتعدلوا مع بعض بدون الحاجة أنك تحفظ مستند وترجع ترسله مرة ثانية لي ويعدل ويرجع، لا في نفس اللحظة ممكن يعدلها ويكتب لك أنه هو عدل الملاحظة على نفس المجلد. ومزامنة ملفات أيضاً وورد وإكسل وباوربوينت، إذا جميع أنواع الملفات هو يدعمها ويدعم مشاركتها.
آخر تطبيق اللي هو تطبيق ماسح الوثائق الضوئي اللي هو كام سكانر، اللي هو إحنا نحتاج كثير طبعاً صفحات من كتب ممكن يمر علينا، مجلات ورقية ما هي موجودة أحياناً غير متاحة على الإنترنت، ممكن على طول أعمل لها سكانين وأحفظها بصيغة البي دي وأنقلها إلى أحد التطبيقات اللي أنا أستخدمها. تنزيل التطبيق طبعاً جهاز الجوال ونستخدم الكاميرا في ذلك، وبيحدد لي على طول، بحط لي حدود على الورقة بدون ما يأخذ صورة للأشياء الموجودة حول الورقة، على طول بيحدد لي إياها وبيأخذ لها اللي هو سكرين شوت من حاله ويضبطها، وبعد كده يحولها إلى دوكيومنت بي دي إف من إمكانك تستفيد منه، تنقلها إلى تخزين السحاب الخاص فيك دروب بوكس أو جوجل دراف أو غيرها أو مجموعات سلاك اللي أنت مشارك فيها. هذه بالنسبة لي العشر تطبيقات. كل شكر لحضرتك دكتورة هانية. شكرا لك وشكرا. تفضلي يا فندم. في أي سؤال أي استفسار؟ هنفتح باب الأسئلة، لو في أي حد من حضور الكرام عنده سؤال ممكن يرفع إيده بحيث نفتح له المايك أو يكتب واحد في الشات. سؤال هنا للدكتورة هانية أو الدكتورة حليمة، يعني الدكتور فهد. دكتور فهد تفضل يا فندم. تفضل. السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ هاي فندم، ممكن تعرف نفسك الأول؟ فهد العمري، مشرف تربوي. صراحة لقاء جميل جدا، أشكر الدكتورة حليمة والدكتورة هاني على كم الهائل من المعلومات واللي استفدنا منها، ولكن لدي استفسار، هل ممكن نحصل على الحقيبة نستفيد منها؟ أكيد. خلاص تمام. الله وأحب أشكرهم، الله يعطيهم العافية على الجهد الجبار، وشكرا لك يا دكتور على كل ما قدمتم. شكرا لحضرتك يا دكتور. بالنسبة للمحتوى العلمي أنا كنت هكلم مع دكتورة هانية ودكتورة حليمة، لو كانوا سامحين إن إحنا نأخذ المحتوى كنت هبعته لكل الحضور الكرام المشاركين معنا في إيميرجي أفريكا في الورشة حاليا بعد إذنهم إن شاء الله. بدل الدكتورة هاني عندها قبول إن شاء الله نبدأ ناخد المحتوى، وبعد ما تعملوا التقييم الخاص بالورشة هيبقى عندي مجموعة الإيميلات اللي شاركت النهاردة ومن خلالها أقدر أبعت المحتوى لكم جميعا. في حد من الحضور عنده سؤال؟ في أي حد تاني يا فندم؟ أنا بتوجه بخلص الشكر والتقدير للدكتورة هانية والدكتورة حليمة على مشاركتهم ووجودهم معنا في ورشة من ورش إيميرجي أفريكا. للي مش عارف إيميرجي أفريكا، إحنا هي شبكة خاصة بالتدريب على استخدام تكنولوجيا التعليم في أفريقيا. إحنا بنعمل كل الورش دي بصورة مجانية بحيث إن إحنا بنساعد كل الناس اللي موجودين في التعليم العالي أو التعليم بصفة عامة على استخدام التكنولوجيا بطريقة صحيحة. فعشان كده الورشة اللي كان بيسألني الورشة دي هتكون مسجلة ولا لأ، الورشة فعلياً هتكون مسجلة، وإحنا عندنا قناة، قناة اليوتيوب دي هي عليها كل الفيديوهات بتاعتنا. فانا يشرفني ان حضراتكم كلكم تشاركوا معانا وتعملوا لها سبسكرايب بحيث ان انتم تقدروا تدخلوا على القناه. تاني حاجه، في جروب خاص بالنسبه لينا على الفيسبوك، على الفيسبوك كمان، بحيث ان كلكم تشاركوا معانا عليه. بالاضافه ان كل الناس اللي عاوزه تحضر الماده العلميه اللي هي موجوده خاصه بالدكتوره هانيا والدكتوره حليمه هتبقى موجوده، لابد ان انتوا تشاركوا التقييم الخاص اللي انا بعت الرابط بتاعه ده. التقييم مش هياخد 5 دقايق بالظبط، ومن خلاله بقدر احصل كل البيانات اللي موجوده الشخصيه بالايميلات وابعت لحضراتكم الماتيريال. وكمان باب المشاركه مفتوح لكل الحضور، يعني لو في حد من الحضور الكرام حابب ان هو يشارك معانا بورشه من ورش اللي هي متخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم واللي بتخدم التعليم العالي، واحنا كلنا بنتطوع في الوقت الحالي، ادى الرابط بحيث ان هو يقدر يشارك معانا في الورش ويقدر يعمل ورش خاصه بالنسبه له. واحنا منتظرين من حضراتكم كل المشاركات وكل التقييمات، وإيميرج أفريكا موجودة معاكم في أي وقت. لو في أي حد حاوز يسأل سؤال عن إيميرج أفريكا أنا موجود، وكمان أداء إضافي أداء رقم التليفون الخاص بتاعي، بحيث إن لو في أي حد محتاج أي حاجة على الواتساب يبعت لي وأنا تحت أمره. في أي سؤال أو أي استفسار؟
لو في اي سؤال او استفسار من اي حد من الحضور يرفع ايده او في الشات. تمام، انا بتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لوجودكم، وفي البدايه بتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتوره حليمه والدكتوره هانيه على وجودهم معانا ان شاء الله في ورشه دي، وان شاء الله ما تكونش ورشه اخيره، وان شاء الله يعني بنستسمحهم ان هم يكونوا معانا في ورش اكتر باذن الله، ونراكم جميعا في ورشه جديده من ورش ايمرج افريكا بالعربي. السلام عليكم. شكرا لك دكتور محمد، واحنا سعيدين صراحه بمشاركه ومعكم، وصلى الله ان يكون قدمنا محتوى يعني يفيد الباحثين. شكرا لكم، جزاكم الله خير. شكرا دكتوره حليمه، شكرا دكتوره هانيه، وبنشكركم جميعا وبشكر الحضور الكرام كلهم على وجودكم معنا، وان شاء الله يا رب نستفيد من بعض. شكرا لك دكتور، شكرا لجميع الحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ارجوكم ما تنسوش التقييم 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 اهو مره ثانيه، التقييم. شكرا ليكم.